النهارده ان شاء الله اخر جزء في الريسبتور بتاع الاوتونوميك، ودي اخر حاجه صعبه ان شاء الله زي واللي جاي بعد كده ان شاء الله اصعب في باذن الله. معلش النهارده يعني هنحاول نخلص بسرعه لان بس في مشكله كده ضغط عالي شويه فبيخلي الواحد مش مركز شويه، فشويتين نقدر نركز فيه ونخلص ان شاء الله، والمره الجايه باذن الله نبدا بقى في الدراجز بتاع الاوتونوميك. احنا كنا قسمنا بقى الريسبتورز، او قبل ما نقول الريسبتورز احنا كنا عرفنا الاوتونوميك ده فيه كام كيميكال ترانسميتر، اثنين الكبار اللي هم اسيتايلكولين ونور ادرينالين ونور ابنفرين. الاسيتايلكولين ده بسرعه بقى قوي يعني بيتصنع ازاي وسنتس وستورج وريليز وفيت بسرعه بيتصنع من اكتف ابتيك اوف كولين، وبعدين اتحاد الكولين في السيتوبلازم مع اسيتايل كو انزيم دي موجود انزيم اسيا كات اللي هو كولين اسيتايل ترانسبريز يدي اسيتايل كولين السيتوبلازم، وبعدين يتخزن جوه فيسيكلز لحد ما يحصل نيرف امبلس او نيرف اكشن بوتنشال يدخل الكالسيوم ويعمل ريليز او ما يسمى بعمليه الاكسوسايتوز. خرج الاسيتايل كولين اشتغل على الريسبتورز بتوعه، وبعدين مصيره ايه بقى بعد ما يشتغل؟ يحصل له ميتابوليك ديجراديشن او انزيماتيك ديجراديشن، يتكسر بسرعه قوي عن طريق الانزيمز اللي هم الكولين استريزز. طبعا المهم بالنسبه لنا قوي الكيميكال ترانسميتر هو الترو كولين استريز، مش كده؟ لو موجود في اي مكان بيفرز عنده اسيتايل كولين هيتكسر لكولين واسيتيت، الكولين ده اخباره ايه؟ يرجع يحصل له ابتيك عشان يصنع اسيتايل كولين جديد. النور ادرينالين كان يعني خطواته ابوخ شويه مش كده؟ كان بيبدا تصنيعه من امينو اسيد اللي هو الفينايل الامين ويتحول لتيروزين بانزيم اسمه فينايل الامين هيدروكسيليز. الاهم بالنسبه لي بقى ان التيروزين ده يدخل جوه العصب ويتحول الى ماده اسمها دوبا مش كده؟ بانزيم اسمه تيروزين هيدروكسيليز. الدوبا هتديك دوبامين بانزيم اسمه دوبا ديكربوكسيليز. الدوبامين لازم يدخل جوه فيسيكلز. يعني الاسيتايل كولين بيتصنع في السيتوبلازم مش كده؟ لكن النور ادرينالين يتصنع جوه الفيسيكل من الدوبامين ده بانزيم اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز او هيدروكسيليز. هيفضل برضه متخزن لحد ما يحصل نفس القصه اكشن بوتنشال وريليز ويشتغل على ريسبتورز، وبعدين مصيره بقى النور ادرينالين كان ازاي بينتهي بفعوله على الريسبتورز. صح، اهم حاجه هي الابتيك، واهم طريقه في الابتيك ان يرجع يدخل جوه النيرف تاني اللي سميناها نيورونال ابتيك او ري ابتيك، الاثنين صح، او يسموها ابتيك 1. جزء يدخل جوه التيشوز مش كده؟ يسموه ابتيك 2، وجزء من اللي دخل جوه النيرف يستخبى جوه الفيسيكلز، يبقى كده بروتكتد اجينست ميتابوليك ديجريديشن. طيب اللي دخل بقى في التيشوز واللي دخل في النيرف وما استخباش واللي ده ماشي في البلاد كده ومش عارف ايه، ده كله معرض للميتابوليك ديجريديشن بانزيمز اثنين مش كده؟ الماء والكومت. طبعا هو الماء هو الاهم بالنسبه لنا وهنبقى نتكلم عليه ان شاء الله بعد كده في السي ان اس. هيديني مركب اسمه فينايل مانديليك اسيد وده بينزل في اليورين، وعرفنا قيمه القياس بتاع البي ام اي في اليورين لو عالي قوي لو فوق ال 50 مثلا ملي جرام بير 24 اور يبقى معناه ان في ورم بيطلع ادرينالين من ورا اللي بنسميه فيه كروموسوم. بدانا نتكلم المره اللي فاتت بقى على ريسبتورز في الاوتونوميك، وقسمناهم زي ما قسمنا كده الاعصاب، قسمنا الريسبتورز على حسب الكيميكال ترانسميتر اللي بيشتغل عليه مش كده؟ كان عندنا بقى كولينرجيك صح؟ وادرينرجيك. الكولينرجيك دول رجعنا قسمناهم بقى صح. ليه سموهم كده؟ عشان لما عملوا بقى الانفستيجيشنز في الاول كده على ريسبتور ايه اللي بيشغله وايه اللي مش عارف ايه، لقوا ان في ماده من نبات اللي هي النيكوتين دي اللي هي بتاعت السجاير بتنشط الريسبتور، والريسبتور الثاني بيتنشط بماده برضه بلانت اورجن كده جايه من انواع من الفطريات مشرومز يعني اسمها المسكرين فسموه مسكرين. رجعنا قسمنا النيكوتينيك الى على حسب المكان بقى ان ان او يسموه الان جي اللي موجود فين؟ في كل الجانجيا سيمباثيتك وفاره، والادرينا المضله اللي هي كانت شبه السيمباثيتك جانجيا والسي ان اس تمام. والنوع الثاني اللي بنسميه الان ام اللي هو موجود على النيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليت بتاع سايتيشن كونتراكشن كابلنج بتاع العضلات بتاع سكيلتال مسل. والاثنين بيشتغلوا بنفس السيجنال ترانسدكشن مش كده؟ الاثنين شبه بعض قوي، بيشتغلوا عن طريق ان هم يفتحوا صوديوم شانل. الماسكرينج بقى رجعنا قسمناهم الى خمس انواع، واربعه وخمسه ما يهموناش، لكن عندنا الكبار ام واحد واثنين وثلاثه كلهم بيشتغلوا جي بروتين كابل مش كده؟ بس الفرق ان الام واحد والام ثلاثه كانوا بيشتغلوا جي كيو مش كده؟ والام 2 كان جي اي وكان بيفتح بوتاسيوم شانل، يعني يعمل انهبيشن على الادرينال سايكليز وفي نفس الوقت
يعمل اوبننج اوف بوتاسيوم وهايبر بولارايزيشن. طيب مين فاكر بقى الام واحد؟ اهم مكان الرايت هاند سنت. طب بيساعد طبعا الاتش سي ال مش هو الاهم. هنسمع ان شاء الله ان الهيستامين حاجه اسمها اتش 2 ريسبتور، ده الريسبتور المهم قوي عشان يصنع حمض. لكن ده ليه دور شويه ان هو الام واحد على البرايت هاند سنت طلع اتش سي ال وموجود على الجاليا، قلنا ما هياش مهم قوي، وموجود في السي ان اس، كلهم موجودين في السي ان اس عشان تريح نفسك يعني. الام 2 صح اللي هو يتسمى في بعض الكتب كاردييك ماسكارينيك، في بعض الكتب زي ما قلت لكم ما تديش ارقام، هي ام هنا وخلاص واعرف يشتغل ازاي. الام 2 اللي موجود على الهارت ده مسؤول عن حاجتين مهمين قوي في القلب، لما تشغله لما يحصل ستيميليشن الام 2 في الهارت دي الطريقه ان هو هيفتح بوتاسيوم وهيقلل ادرينالس جليز. لكن هيحصل ايه في القلب بقى؟ هيقل الهارت ريت وهيقل الايدي كوندكشن، دي حاجه مهمه قوي، وهيزيد شويه الانتريال كوندكشن، والفنتركل تقريبا مش هيتاثر لان تقريبا مفيش ماسكارينيك ريسبتورز او فيجل سبلاي للقلب. كان موجود فين تاني بعد الام 2 ده؟ حاجه كده قلناها بري سينابتيك، مش كده؟ هنشرحها ان شاء الله النهارده. وموجود في السي ان اس زي كل اخواته. الام 3 ده اللي كان موجود تقريبا في كل باقي مكان باقي. انا عارف الاوتونوميك ده هو اللي بيكونترول هارت وسموث ماسلز واكس كرايم جلاند. الهارت خلاص عرفته ام 2، يبقى الام 3 ده اللي بتاع الباقي بقى، هو اللي موجود على بقيه السموث ماسل فايبرز وعن الاكس كرايم جلاند. على الاكس كرايم جلاند سواء بقى بنتكلم على سليفالي او لاكريمال او برونكيال او سويبت، مش كده؟ كلهم هيطلع منهم سكريشن، هيطلع منهم ووتر سكريشن. يبقى الام 3 هو المسؤول عن الووتر سيكريشن في معظم الاكس كرايسيس. سموث ماسل فايبرز بقى مين يفكرني الام 3 ده كان موجود في انهي سموث ماسلز وبيعمل ايه؟ كان موجود على البلاد فيسلز وكان فيها لخبطه كده هفكركم بيها ان شاء الله تاني. موجود على الاي، موجود على البرونكاي، تمام، موجود على الجي اي تي، موجود على الرينال بلادر. يوترس ما يهمناش قوي، هو موجود بس ملوش قيمه كبيره. موجود على الميل سكس اورجانز، مش كده؟ طيب بيعمل ايه بقى في الاماكن دي؟ يعني سيبك من البلاد بس خلينا شويه على الاي. فين الاقي ام 3 في العين وبيعمل ايه لما يشتغل؟ موجود على عضلتين في العين، مش كده؟ اللي هم الكونستريكتور بيبيلي، وده لما يشتغل هيعمل مايوزس. وموجود على السيلري ماسل، لما يشتغل هيعمل اكوموديشن تو نير فيجن. طب الاثنين مع بعض بقى كلينيكالي عملوا ايه في الميه بتاعت العين؟ زودوا كلينيك، انت وسعت الانجل وسعت الكنال ومش كده، فطلعت ميه بره فقللت الاي بول. البرونكاي شغل الام ده بيعمل برونكو كونستريكشن او برونكو سبازم. على الجي اي تي ديفولت دي كونتراكشن اوف ذا وول وريليكسيشن اوف ذا سبينتر، هو ده اللي ديفولت دي الجي اي تي. اليورينري بلادر نفس الكلام، على الوول هيحصل انقباض وعلى السبينتر هيفتح فيحصل يسمى بالميكتوريشن ريفلكس او الميكتوريشن بقى فولنتر يعني. على الميل سكس اورجانز هو اللي مسؤول عن الاريكشن. طبعا الاريكشن زي ما اتفقنا ده شغل بلاد فيسلز مش شغل سموث ماسلز، شغل البلاد فيسلز بيحصل فيها فازو دايليتيشن. طيب البلاد فيسلز بقى اخبارها ايه؟ الام 3 عليها ولا مش عليها؟ وجاي لها نيرف ولا مش جاي لها نيرف؟ والقصه دي فاكرين؟ الام 3 موجوده، تمام، موجوده على كل البلاد فيسلز صح؟ فمعظم البلاد فيسلز في ام 3 بس مفيش نيرف سبلاي. لان النيرف اللي جاي ده نيرف سيمباثيتيك ادرينرجيك، صح؟ يعني بيطلع ايه؟ نور ادرينالين، والنور ادرينالين ده ليه ريسبتور اسمها الفا وبيتا، فاكيد ده مش تبعهم، بس موجود. امتى يبان شغله؟ لما ادي اكسوجينس اجونست. طيب الوحيده تقريبا اللي لها نيرف سبلاي الام 3 اللي موجود على البلاد فيسلز اوف ذا سكيليتال ماسلز، مش كده؟ هي لها عصب سيمباثيتيك بس كولينرجيك، فبيطلع اسيتايل كولين، فلازم هنا يبقى في مستقبل اسمه ام 3. طيب في كل الاحوال بقى ستيميليشن اوف ام 3 كان المفروض زي معظم الشغل ده ان يحصل كونتراكشن، ده جي كيو مش كده؟ يعني كالسيوم، فالمفروض متوقع ان البلاد فيسلز كانت تنقبض، لقينا العكس، البلاد فيسلز حصل فيها فازو دايلاتيشن او ريلاكسيشن. السبب ان الريسبتورز موجوده غالبا على الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز، لما تشتغل تصنع ماده اسمها نيتريك اوكسيد. الان او النيتريك اوكسيد ده ديفيوزبل، يعني يتصنع في الاندوثيليوم، هيروح على السموث ماسلز بتاعه الشريان وينشط انزيم اسمه جوانيليت سايكليز، فيحول لك الجي تي بي
لماده سكندري ميسنجر مهم قوي اسمها سايكلين جي ام بي، وده بيعمل فيري باورفل ريلاكسيشن عموما في اي سموث مصر. فده تفسير هم ليه عملوا دايلاتيشن مش كونتراكشن. خلاص خلصت دي حكايه الام 3 دي عدت. طيب المره اللي فاتت بس عشان كتاب القسم فيه حاجات انا يعني يمكن ما لحقتش اصلحها معاكم في صفحه 37 في النسخه القديمه، النسخه الجديده اسف، و40 في النسخه القديمه صفحه 37 اللي هي اللي فيها الفيت بتاع الاسيتايلكولين وبعد كده الفيت بتاع النور ادرينالين والادرينالين. نمره بي بس كان في يمكن كلمه ناقصه كده في الكلام، هو نمره بي بيقول لي ميتابوليزم باي سبيسيفيك انزيمز، وبعدين نتكلم على الماء اللي هو المونو امين اوكسيديز، ده موجود في الميتوكوندريا ومكتوب عندي في النسخه القديمه اند تيشوز على طول كده. لا هي الميتوكوندريا اوف نيرفز اند تيشوز، الماو ده موجود في الاعصاب وموجود في التيشوز بره. مش كده؟ يبقى في كلمه ناقصه بس اللي هي ايه؟ ميتوكوندريا اوف نيرفز اند ميتوكوندريا اوف تيشوز. هو ده من الماو ده موجود ميتوكوندريا انزايم في كل مكان. الكومت بقى اللي هو الكاتيكول اورثوميثال ترانسفريز ده موجود بس في السيتوبلازم بتاع التيشوز مش موجود في الاعصاب. بس زود انت بقى في حته الماو ده ان هو موجود ميتوكوندريا اوف نيرفز اند تيشوز. الصفحه اللي جنب اللي بعد كده بقى هي صفحه 38 دي اللي فيها الاوتونوميك ريسبتورز في الجدول بتاع الماسكرينك. في بس نقطه نمره ثلاثه انا يمكن نسيت اقول الاختصار ده بتاعي، هو مكتوب بلاد فيسلز ومكتوب بين قوسين كده كوزنج بادو دايلاتيشن مش كده ثرو ريليز اوف اي دي ار اف. الاي دي ار اف ده يا جماعه اختصار لحاجه اسمها اندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور. يعني بالعربي كده معناها ايه؟ حاجه فاكتور جاي من الاندوثيليوم بيعمل ريلاكسيشن، مش كده؟ من غير الترجمه بتاعتها طلع ايه بقى الاي دي ار اف ده؟ نايتريك اوكسايد. عشان كده ما عادش حد بيقول كلمه اي دي ار اف دي، هم ما كناش يعرفوا الكيميكال نيتشر بتاع ان طلع ده ايه؟ فقال لك ده لما يشتغل ام 3 بيطلع منه ماده بتعمل ريلاكسيشن، والماده جايه من الاندوثيليوم فسموها الاسم الطويل ده اندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور، هي بين قوسين تساوي نايتريك اوكسايد. اخر حاجه بقى في الجدول مكتوب في الانتاجونست، احنا مش عايزين نحفظ اسامي كتير ان شاء الله، بس لو اخدت بالك الاتروبين هو اللي بيقفل كل الماسكرينك مش كده؟ تحت الام 3 او بعد تحت الاتروبين، يعني هو بيتكلم على الام 3 قال اسم ده ملوش معنى بالنسبه لك خالص، بس هو في غلطه في الكتابه، هو اسمه هيكسا هايدرو سيلا دايفينيدول. يعني اقصد اقول لك ان الحرف الايه ده جزء من الاسم مش الايه كده لوحدها، يعني مش سين اي دايفينيدول، لا هي اكسا هيدروسيلا دايفينيدول كلها اسم على بعض، ومش مهم خلص الاسم ده، يعني حتى لو تكرمت وعرفت اتش اتش اس دي يبقى كتر اخر خيرك يعني. ده بالنسبه للجزء بتاع الاوتونوميك كده صح بقى، خلصنا كل حاجه دكتوره ابتسام ولا في حاجه ناقصه؟ لا بص في حاجات، يعني في حاجه كده بيقول لك ايه انتوا بدناكم تسوقكم مش كده؟ بجد والله ده بتسالوا عن اشياء انتوا بتدركوا، ففي حاجات في الموضوع لو شرحتها هتضيع او هتلخبط الاساسيات. هو موجود في الاوتونوم الجاي ده ليه دور وممكن ابقى اشرحه لك، بس يعني ايه خلينا في الحاجات اللي يعني نبني الاول كده ونستقر وبعدين نزود بقى، لكن نبدا نقول حاجات يعني هتعارض بالمعلومه الاساسيه بقى مفيش داعي يعني. النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم على الادرينرجيك ريسبتورز بقى. هو مقصود ايه كلمة ادرينرجيك ريسبتور؟ يعني بقول لك الريسبتور ده ادرينرجيك، يعني انا بقول ايه؟ قصدي ايه يعني؟ يعني ريسبتور بيستقبل نور ادرينالين، صح؟ يبقى موجود عند الاماكن اللي يفرز عندها نور ادرينالين، مش كده؟ اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ لا هو انا لو سالتك النور ادرينالين طالع منين؟ هتقول لي كل البوست جانجيونيك سيمباثيتك ما عدا اللي رايحين للسويت جلاند والبلاد فيسلز اوف سكيلتال ماسل. لكن لما اقول لك الادرينرجيك ريسبتورز موجودين فين؟ على الاورجنز بالظبط، على الافكتور اورجنز اللي جاي لها الاعصاب دي اللي هم مين بقى؟ اللي هم جاي لها اوتونوميك او سيمباثيك اللي هم الهارت مش كده؟ وسموث ماسل فايبرز واكسوكراين جلاند، يعني مش حاجه جديده. يبقى الادرينرجيك ريسبتورز بنستقبل نور ادرينالين اللي طالع من الاعصاب اللي تبع السيمباثيك نيرفس سيستم. هل في نور ادرينالين تبع البارا؟ يعني الاسيتايلكولين ده داخل معانا هنا وهنا مش كده؟ موجود في السيمباثيتك في البري جانجليونيك وبعض البوست جانجليونيك، لكن النور ادرينالين ده سيمباثيتك بس. تعالى بقى نشوف كده التقسيمه بتاعت الادرينرجيك ريسبتورز دول، تقسيمه سهله قوي، بيتقسموا الى الفا وبيتا. مفيش
مفيش بقى هنا اختراعات بتاعت ماسكارينيك ونيكوتينيك، وده اسم مناعه على اسم نيكوتين، وده اسم مناعه على اسم مش عارف جده وبتاع. لا، هو هنا بنسميه الفا وبيتا. الالفا هنرجع نقسمهم الفا واحد والفا اثنين، والبيتا ثلاث انواع، بيتا واحد وبيتا اثنين وبيتا ثلاثه. بالمناسبه في سب تايبس، يعني برضو من الحاجات اللي ممكن لو قلناها دلوقتي تبقى مش معادها. يعني الالفا واحد دي في منها انواع بقى، يعني في حاجه اسمها الفا 1 اي والفا 1 بي والفا 1 دي. يعني في تحت الالفا واحد هي نفسها في اختلافات في فمش وقتها، احنا هناخد بس الاساسيات كده، ولما يجي بقى ذكر الالفا 1 اي ده نبقى نقول. لو انت فاكر كل الريسبتورز اللي هي ادرينرجيك دي كانت جي بروتين كابلت، فاكر بقى في الجنرال كده، مع اختلاف طبعا هم كانوا جي اس ولا جي اي ولا جي كيو، بس كلهم كانوا جي بروتين كابلت. طيب تعالى بقى ايه يعني نوسع كده صدرنا شويه ونكبر دماغنا كده ونشوف بقى الريسبتور دي موجوده فين. امبارح بعد ما خلصنا يعني انا عارف من الاول ان في اختلافات شويه عن كتاب القسم فيه كل المعلومات، بس الفكره ان هو يمكن يكون المعلومه موجوده في اكتر من مكان او موجوده مش بنفس الترتيب اللي احنا بنشرحه. فيعني في كام ورقه كده في الاوتونوميك اللي هم فيهم الريسبتورز والكلام ده من المذكره القديمه كنت يعني عاملها ايام الدروس، وموجوده نسخه هنا منها. اللي يحب يبقى يصور الجزء بتاع الريسبتورز يصور، اللي هيمشي حلو هي فكره الريسبتورز لو ذكرتها كويس قوي وعرفت الاماكن والاكشنز والكلام ده الادويه هتبقى في منتهى السهوله. الكل هيبقى مشكلتك الدواء انك تحفظ الاسامي، لكن الشرح بقى بتاع الاكشنز والكلام ده هيبقى كله معتمد على معرفه الريسبتور. طيب شوف موضوع الكلب ده ان شاء الله كلمه عمليه برضه. تعالى بقى نبدا كده ان شاء الله بالبيتا. البيتا واحد، وبالمناسبه كده كل البيتا ريسبتورز واحد واثنين وثلاثه ار كابل تو جي اس. كويس؟ يبقى انت عارف بقى ان هم هيشتغلوا باي ستيميليشن اوف ادرينال سايكليز ويحولوا جي تي بي الى سايكليك جي ام سايكليك جي ام. طيب تعالى بقى بص البيتا واحد ده، انا عايز اعرف الاماكن بتاعته والاكشنز. البيتا واحد ده ليه اربع او خمس اماكن يعني مشهورين قوي. اول مكان الهارت، هنقول ان شاء الله بيعمل ايه. تاني مكان موجود في السنترال نيرفس سيستم. نمره ثلاثه موجود في الكيدني، حاجه فكرك بيها كده اسمها جاكستا جلوميرولار ابريتس، وموجود في الاديبوس تيشو اماكن اللي فيها الدهون يعني، وموجود في الاي. كويس؟ خمس اماكن. يمكن المكان الاهم طبعا الحقيقه لو بنتكلم بقى على كلام فارماكولوجي يهمنا هو المكان بتاع الهارت بتاع الكيدني، دي من الاماكن المهمه قوي في شغل البيتا 1. لكن طبعا احنا لو عايزين بقى نفهم ان شاء الله اللي جاي يبقى اعرف الخمس اماكن. البيتا 1 على الهارت لما تعمل لها ستيميليشن تزود كل الكاردياك بروبرتيز. خلاص؟ هو انت فكرني كده، هو الاوتونوميك سبلاي للهارت كان بيعمل ايه؟ الاوتونوميك كان فيه سيمباثيتك وبار مش كده؟ سيمباثيتك ده كان بتاع ايه؟ يعني ستريس بقى والفير والفايت والفلايت والاكسرسايز، فكان لازم يزود كل حاجه في القلب مش كده؟ هو بيشتغل كده ان في نيرف جاي للقلب بيطلع نور ادرينالين يشغل لك البيتا واحد فيعمل كل حاجه في القلب زياده. طيب يعني ايه بقى يزود كل الكارديك بروبرتيز دي؟ يعني يزود الاوتوماتيسيتي مش كده؟ يعني دي تؤدي الى زياده في الهارت ريت اللي احنا بنسميها بوزيتيف كرونوتروبيك افكت. صح؟ يبقى دي اول حاجه زي كده. نمره اثنين هيزود سرعه التوصيل، الامبلس اللي طلعت من الهارت دي تنتشر بسرعه في القلب كله، وهيزود الكوندكشن دي اسمها بوزيتيف درومتروبيك، لو كنت سمعت عنها درومتروبيك، زادت التوصيل سواء في الاتريوم او الاي في نود اللي هي دايما تهمك الاي في نود وبندل او الفنتريكلز كمان، بيزود الكوندكشن اول اوفر ذا هارت. نمره ثلاثه يزود حاجه اسمها اكسايتابيلتي لدرجه ان ممكن يحصل اريثمياز. السيمباثيتك لما يشتغل عالي او لما تشغل البيتا واحد عالي ممكن تلاقي ضربات القلب كده بدا فيها عدم انتظام. يبقى هو زود خاصيه اسمها الاكسايتابيلتي. نمره اربعه حاجه مهمه بقى قوي، زود كونتراكتيلتي. صح، زود الفورس اوف كونتراكشن او اللي احنا بنسميها بوزيتيف ايونوتروبيك افكت. طيب ايه دي تقريبا الكارديو بروبرتيز المهمه مش كده؟ بس احنا اتفقنا في الاوتروميك لازم لما اتكلم على الهارت اعلق على حاجتين كمان. اتكلم على الكاردياك اوتبوت مش كده؟ هو الكاردياك اوتبوت ده كان عباره عن ايه؟ الدم اللي طالع كل
دقيقة صح يساوي الدم اللي طالع كل نبضة كل بيت مضروب في عدد الضربات الستروك فوليوم تايمز ذا هارت ريت. انت ايه الاخبار بقى؟ الستروك فوليوم اخباره ايه؟ زاد لان انت زودت الكونتراكشن والهارت ريت زاد يبقى متوقع كارديك اوتبوت يزيد مش كده؟ نمرة ستة اخر حاجة بقى بنعلق عليها في الهارت اكسجين كونسومشن او الاكسجين نيدز او الاكسجين ديماند اخبار القلب محتاج اكسجين اكتر ولا اقل لما تشغل البيتا؟ محتاج اكسجين اكتر طبعا. مين بقى اللي بيجيب له الاكسجين ده؟ الكورونريز. فلازم يكون في بالانس ما بين شغل القلب وما بين البلاد فلو ثرو ذا كورونريز مش كده؟ لو حصل خلل يعني لما نيجي ان شاء الله نتكلم على الانجينا بيكتورز اللي هي الذبحه الصدريه بمنتهى البساطه هي عباره عن عدم توازن ما بين احتياجات عضله القلب للاكسجين وبين اللي واصل له. يعني هو محتاج كتير ووصل له قليل يبقى دخلنا في انجينا. يبقى في مشكله اكيد في الكورونري مش كده؟ اتفضل. ذات الكارديك اوتبوت مش شرط لان هو لو بيعلى جامد قوي مش الكارديك اوتبوت مش هيزيد. ليه؟ انت قصدك عشان الفيلينج بقى؟ لا خلينا معلش معلش صح كلامك مظبوط بس ده في الهارت ريت السريع قوي دخلنا في يعني اي اف دخلنا في تاكيكارديا جامده بالتريكولر لكن لا يعني طالما الهارت ريت لو عالي حتى هيبقى لسه ستيل في فرصه والدكتور بيقول ان الهارت ريت لما يسرع قوي بالظبط هو كلام صح طبعا بس ده في حالات معينه يعني حالات اكسبشنال. لما الهارت ريت يسرع قوي قوي هيأثر فتره الدايستول مش هيأثر كده الدايستول هيأثر معناها ايه؟ معناها ان القلب مش لاحق يملى دم كويس ديورنج دايستول فلما يجي ينقبض مش هيطلع كارديك اوتبوت كفايه صح؟ بس ده مش بتاع الشغل السيمباتيك مش بتاع البيتا واحد ده البيتا واحد بقى كدراجز بشكل مبالغ فيه او ممكن تعمل كده لكن خلينا نتكلم على الاكشن الطبيعي بتاع البيتا 1 ستيميوليشن. لا في الاكسرسايز ما بيحصلش كده والا كانت بقت مشكله بقى الا اذا كان في مشاكل بقى في البلاد فلو بتاع يعني في الهيمودينامكس عموما لكن اي واحد رياضي وبيعمل مجهود وبيجري وبيلعب لازم تلاقي الكارديو اوتبوت زياده واللي عامل كده هو البيتا واحد. طيب انا عايزك بقى عشان يعني نبتدي نتعلم بقى ان شاء الله ونتفائل خير من الفارما يعني هي مش كلها حفظ طبعا هي او كلها حفظ برضه بس يعني قصدي ايه في جزء منها ان شاء الله هيبقى كتير معتمد على الفهم. وانت لما اقول لك ان في دواء بيتا 1 اجونست ايا كان اسمه بقى يعني خلي الاسامي دي بعدين انت متوقع يعالج ايه؟ متوقع اديه في اي عيان؟ صح اللي عنده براديكارديا صح ايه كمان؟ هو هايبرتنشن طبعا نظريا صح بس دايما اللي يهمني في الضغط قوي ايه؟ الليست برافو عليك فيعني هيبقى صح ان انا ممكن اعلي الضغط بالكارديك اوتبوت لكن اهتمامي دايما هيبقى ان انا اعلي شويه الريزيستنس او ان انا اعلي الضغط عن طريق ان انا اعمل فازو كونستريكشن. ايه كمان غير ان انا اعالج البرادي كارديا؟ برافو عليك صح امبارح ما عرفوهاش بقى اللي عنده مشكله في الكوندكشن خصوصا في انهي مكان؟ الاي في كوندكشن صح اللي عنده ايه في الاي في كوندكشن؟ سرعه زياده ولا بطء في الاي في كوندكشن؟ بطء لان البيتا 1 دي بتسرع مش كده؟ اسمه ايه بقى المرض ده؟ اسمه؟ صح هارت بلوك بالظبط كده طبعا في بقى انواع فيرست ديجري وسيكند كل الكلام الحلو ده بس هو مبدئيا كده يسموه الهارت بلوك او يسموه الاي في بلوك مش كده؟ يبقى انا متوقع خلاص اهو ان انا بقول لك الدواء الفلاني ده بيتا 1 اجونست من غير مذاكره بقى خلاص جايه يعني مذاكره خلاص خلصت في الاوتونوميك ان انا ذاكرت ريسبتورز عرفت هيعالج براديكارديا وعليك هيعالج حاجه اسمها الاي في بلوك وعمل ايه في الكونتراكشن؟ زود الكونتراكشن يعني ايه ده؟ ايوه يبقى يعالج ايه بقى؟ يعالج الهارت فيلير صح يعني انت عارف يعني ايه هارت فيلير؟ يعني يعني هبوط القلب صح بس يعني بقى بالفارما بقى والطب يعني معناها ان غالبا في مشكله في الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت فالكارديك اوت بوت اقل من اللي الجسم محتاجه يعني القلب بيطلع كميه من الدم اقل من الجسم عايزه فمحتاج ان انا ازود الفورس اوف كونتراكشن. طيب يعني عشان نخلص بقى البيتا واحد البيتا بلوكرز تعمل ايه؟ بص انت يعني وانت بتذاكر كده انت بتذاكر بيتا اجونست يبقى السهم طالع لفوق ان شاء الله. وانت بتذاكر بيتا بلوكرز يبقى السهم نزل لتحت. خلاص وانتهى الموضوع. هيقلل كل حاجه. هيقلل ريت، هيقلل كوندكشن، هيقلل كونتراكتيليتي، هيقلل كارديك اوتبوت، هيقلل احتياجات القلب للاكسجين. مش كده؟ يعالج ايه بقى؟ يعالج تاكيكارديا صح. ويعالج الناس اللي عندهم ذبح زي ما هنعرف ان شاء الله ان هو بيهدي القلب. يعني انا مش قادر اوفر دم من القلب كفايه فممكن اصلح الامبالانس اللي قلت لكم عليه ده ان انا اهدي بس القلب شويه.
يبقى ده بالنسبه للبي طبعا على الارض تستاهل من الوقت اللي كله. والله لو ذاكرناها بقى ان شاء الله الموضوع بعد كده معقول. يعني السي ان اس مبدئيا كده احنا عندنا في السي ان اس لو فاكرين كده في حاجه اسمها السيمباثيتك سنترز، مش مهم قوي يعني، بس هفكرك بحاجه اسمها فازو موتور سنتر، فاكرين كارديك ستيمولاتوري سنتر، يعني في سنترز موجوده هي بتبعت اشاره للاورجنز بعد كده. البيتا واحد دي لما تشغلها كانك بتنشط السيمباثيتك سنتر، لما البيتا وده جزء من شغل الاوتوميك في الاستريس والكلام ده، البرين بيبقى مصحصح قوي مش كده، يبقى في نوع من السي ان اس ستيميليشن. يبقى انت لما بتشغل البيتا واحد كانك الاشاره العصبيه اللي طالعه من البرين دي للاورجن زادت، صح؟ الاشاره اللي طالعه بقى من الناس المتحكمه في السيمباثيتك دي للهارت بقى والبلاد فيسلز والانتستين مش عارف ايه بقت انشط من الاول. دي سموها زيادة في السيمباثيتك اوت فلو او سيمباثيتك ديسشارج، يعني زيادة في خروج الاشارات العصبية من البرين الى الافكتور اورجانز او الى الاورجانز اندر كنترول اوف سيمباثيتك. كويس؟ لو انا بدي دواء ميتون اجنست هيعمل الاكشن ده ولا لا؟ لو عدى البلاد برين بارير الله يكرمك هيعمله بشرط انه يعدي البلاد برين بارير مش كده؟ يبقى مش كل الادوية اللي هديها ممكن تعمل كده، في ادوية ممكن تبقى ميتون اجنست لكن ما تعرفش توصل. اللي هيوصل كويس قوي يكون ده وليه بتسولفر قدر يوصل يعدي ويعمل ستيميليشن للبيتا واحد يعني. طيب الكيدني امبارح لقيتهم فاكرين برضه من الحاجات اللي استغربتها في الفسيولوجي، فسيولوجي استغربت ان هم لسه فاكرين ان في جهاز كده في الكيدني اسمه جاكستا. الله ينور، اشمعنى ده انتوا فاكرين؟ يعني احنا قلنا حاجه كده في الفسيولوجي ما كانتش خالص في ليها اي اثر، ده كان في معزه خاصه مش كده السنه اللي فاتت، ده اللي قبل اللي فاتت؟ اه يعني عشان كده قريب يعني. طيب ايه بقى الجاكستر المرور الاتوريتس ده؟ بيعمل ايه يعني؟ يعني؟ يعني هو بيفرز حاجه كده اسمها رينن، صح؟ رينن ان واحد مش دبل ان واحد، كان في رينن بتاع المعده ده اثنين ان واحد تاني اه. طيب الرينن ده هو في ناس بتصنفه انه هرمون، في ناس بتصنفه انزيم، مش مهم تصنيفته قوي يعني، المهم ان هو هيطلع في البلد. هيعمل ايه بقى؟ هنلاقي فيه بروتين كده حجما كبير حجما كده وملوش اي قيمه، طالع من الليفر اسمه ايوه انجيو تنسينو جن مش كده؟ وجن دي معناها في اي بروتين معناها ان هو انكتف. طيب الرينن هيشيل جزء من البوليبيبتايد بتاع الانجيو تنسينو جن، ده عباره عن بروتين معمول يعني بوليبيبتايد كده، يروح شايل منه جزء ويحوله لمركب اصغر شويه اسمه انجيوتنسين 1، برضه ملوش اي لازمه. الانجيوتنسين 1 في البلاد ستريم هيعدي على اللنج بالظبط كده، يلاقي انزيم اسمه الايس اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، يعمل ايه بقى؟ يشيل حته كمان فيحول الانجيوتنسين 1 لاكتف فورم اسمها انجيوتنسين 2. قصه طويله بقى الانجيوتنسين 2 ده، بس لحد ما نوصل له هو ليه سبيسيفيك ريسبتورز هيشتغل عليها وهيعمل حاجتين مهمين قوي. حاجة منهم يعني مستوحاة من اسمه. أنجيو تنسن. أنجيو يعني بلاد فيسلز وتنسن يعني كونتراكشن، يبقى ده هيعمل فازو كونستريكشن، من أقوى الحاجات اللي ممكن تعمل فازو كونستريكشن في الطب كله. كويس؟ طيب فازو كونستريكشن ده معناها عملنا إيه في الضغط؟ علينا الضغط. نمرة اتنين بيزود تكوين وافراز هرمون من السوبرا رينال كورتكس اسمه الدوستيرون. فاكرينه بقى كان بيشتغل فين الالدوستيرون ده؟ الديستال كونفيجيتال تيبيول اخر حته كده في عشان ينجع ميه وملح، بيابزورب صوديوم ووتر وينزل في المقابل في اليورين بوتاسيوم وشويه هيدروجين كده، بس مينلي بوتاسيوم اللي هو الصوديوم بوتاسيوم اكستشينج والصوديوم هيدروجين اكستشينج مش كده؟ طب انت لما تحوش ميه وملح عملت ايه؟ زودت البلاد فوليوم معناها زودت الضغط، يبقى السيستم ده ربنا خلقه كده، هو يعني ده سيستم ان شاء الله عليه يعني مرتين ثلاثه كده في الدرس ان شاء الله، اسمه رينال انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. الراس ده وهنعرف بقى الادويه اللي بتشتغل وتشتغل فين وازاي، بس انت لو اديت راس انتاجونست انت هدفك ايه؟ ان انا عالي البلاد بريشر عالي الناس اللي عندهم هايبر تنشن بالذات لو كان سببه رينال زياده. طيب ده بالنسبة لل يبقى إن شاء الله البيتا بلوكرز تعمل إيه؟ البيتا واحد طلعت رينن والرينن ورا اللفة دي كلها، يبقى البيتا بلوكر يقلل الرينن وبالتالي الضغط هيقل. طيب الأدي بوست تيشو ده سهل أوي.
في عندنا على الاماكن اللي فيها فات سيلز دي عندنا ريسبتور اسمه بيتا واحد بيعمل حاجه اسمها لايبوليسز. والليبوليسز معناها انك هتكسر الفات الى فري فاتي اسيدز، فالفري فاتي اسيدز في البلد بتاعنا عشان الام سي كيو بقى يقول لك الاكشن دي اكسبت، بس هو بيعمل زياده في الفري فاتي اسيدز بطريقه ان هو بيعمل لايبول بيكسر الدهون ويحولها لفري فاتي اسيدز. بالمره بقى البيتا 3 عشان نخلص منه مش موجود غير في الادبوس تيشو تقريبا. البيتا 3 ده احنا عندنا 3 انواع من البيتا مش كده، 1 2 و3 احنا بنتكلم على نمره 1. من ضمن شغل البيتا 1 اللي هو يعمل لايبوليسيس، البيتا 3 موجود في الادبوس تيشو وبيعمل لايبوليسيس برضه. كويس؟ يبقى الاثنين زي بعض. السؤال بقى لو عيان، هو طبعا العيان الاوبيز بقى غالبا عنده الفات ديستريبيوشن اكتر شويه مش كده؟ فممكن افكر ان انا اديله دواء يخسسه عن طريق اللايبوليسيس، صح؟ تفكير سليم. اديله بيتا 1 اجونست ولا بيتا 3 اجونست؟ بيتا 3 طبعا، ليه مش بيتا 1؟ عشان بالذات الهارت مش كده؟ انا عارف ان بيتا 1 هيزود كل حاجه في القلب، ففرحتي بقى لما يخس ويجي له ذبحه ويجي له اريزميا ويجي له مش عارف ايه، يبقى هو بنستخدم دواء بيتا 3 اجونست هوريه لك ان شاء الله في الكتاب اسمه اوكتوبامين، من الحاجات اللي موصوفه عشان تعمل لايبوليسيس، وده سبيسيفيك او سيلكتيف بيتا 3 اجونست. اخر حاجه بقى الاي، لا مش موجود على العضلات. يعني احنا عندنا ثلاث عضلات مش كده؟ دايليتر وكونستريكتور وسيلري. ما عليهمش بيتا. ولا بيتا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اي نوع من البيتا خالص. البيتا اللي موجود على الهارت على الاي موجود على السيلري ابيثيليوم. يبقى ليها علاقه بالايكوسيومر، صح؟ طيب هنعرف بقى كده ان شاء الله ان البيتا سواء بيتا واحد او اثنين بتزود الفورميشن اوف ايكوسيومر. بتحفز السيلري ابيثيليوم ده بالسايكليك ام بي اللي بيتكون ده بتحفز السيلري كتير من يعمل فلتريشن اسرع فيطلع ميه كتير. يبقى انت ازاي تعالج الجلوكوما؟ عرفت ان الجلوكوما دي مبدئيا كده عباره عن امبالانس مش كده ما بين فورميشن ودرينج، يعني يا فورميشن اعلى يا درينج اوحش، صح؟ لما تيجي تعالج الجلوكوما من غير ذكر اي دواء هيبقى الهدف ايه بقى؟ ان انا ارجع البالانس، ان انا اقلل الفورميشن او ان انا ازود الدرينج. كل بقى دواء بيعمل كده ودواء بيعمل كده. دواء بيزود الدرينج ودواء بيقلل الفورميشن. اللي بيقلل الفورميشن اهو مش كده؟ بيتا بلوكرز بتوع النهارده. حط اطراف العين ماشي حاجة. اللي بيزود الدرينج. صح. اللي هم ايه يعني؟ اللي هم بيشغلوا ايوه بالظبط كده اللي هم الباراسمباث مايمتكس اللي هم سكرينج اجونست. انا هستفيد حلو قوي. هعمل كونتراكشن للعضله اللي اسمها الكونستريكتور فوسعت الانجل مش كده؟ وشغل السيجري مسل فوسع البلانر مش كده؟ فيسحب ميه كتير من الانجل. طيب ده بالنسبه للبيتا، بس اوعى تتلخبط بقى لما احط لك البيتا في الاي، انا ما اقصدش مسل، انا اقصد بالتحديد السيجري كتير. وهي هي بقى موجوده البيتا 2 زيها بالظبط. طيب ندخل بقى على البيتا 2 اصعب شويه بس ان شاء الله يعني ايه بسرعه كده نلم فيها الحاجات المهمه. البيتا 2 اهم مكان ليها الحقيقه هو سموث مسل فايبرز. في بقى اماكن ثانيه برضو ان شاء الله هتهمنا، يعني ما هياش اماكن، يعني لو بنتكلم مثلا على حاجه زي الاي خلاص قلناها. الليفر اقول لكم ان شاء الله بيعمل ايه. البنكرياس وسكيليتال مسل. مين يفكرنا بقى بالسموث ماسل فايبرز كده؟ اول مكان موجود فيه بيتا 2 سموث ماسل فايبرز. انت خلاص حفظتهم مش كده؟ ولا لسه؟ بلاد فيسلز، اي، ما قلتوليش معايا ليه؟ برونكاي، جي اي تي، ايوه الله يكرمك. شكرا يا جماعه والله تعبناكم. ريفري بلادر، لا مين مفيش حاجه مهمه هنا في البيتا 2 يوترس. كويس؟ طيب الاي اخبارها ايه؟ عليها بيتا 2 ماسلز، ماسلز بتاعت العين مفيش، يبقى خلاص دي مفيش. بلاد فيسلز البيتا 2 لما بتشتغل بتعمل فازو دايلاتيشن. هو فكرني كده، هو السيمباثيتك لما بيشتغل، سيمباثيتك بقى كفيسيولوجي مش كفرما، لما بيشتغل بيعمل ايه في البلاد فيسلز؟ بيضيق سكن وميوكس ميمبرين ويوسع كورونري وسكيليتال ماسل، مش كده؟ يوسع الكورونري والسكيلتال ماسل بكذا طريقه، بس من ضمنهم ان هو في ريسبتور اسمه بيتا. كويس؟ ملحوظه بقى، انت لما تسمع ان الالفا واحد او يعني ان بيحصل فازو كونستريكشن
وفازو دايلاتيشن اختلاف ريسبتور. انا عايز اوصله لك بس ان مش بس السكيليتال ماسل بلاد فيسلز والكورونري هم اللي فيهم بيتا 2. كل البلاد فيسلز اللي في الجسم فيها بيتا 2 ريسبتورز. الفرق في ايه بقى؟ العدد. الفرق في العدد. يعني السكين والميوكس ميمبرين البيتا 2 اللي فيها قليله قوي والالفا 1 اللي هناخدها بعد شويه كتير قوي. كويس؟ فهي دي اللي هتشتغل لما يحصل سيمباثيتك سبلاي، الالفا 1 اللي هتشتغل. الكورونري والسكيليتال ماسلز عليهم بيتا 2 كتير قوي والفا قليله قوي، فهمت قصدي؟ يبقى لما اقول لك يعني عشان بس يبقى الموضوع ما نبقاش بنضحك عليك. ان بقول لك السكيليتال ماسل بلاد فيسلز والكورونري عليها بيتا 2 ما تتوقعش ان هو ده الريسبتور الوحيد اللي موجود. هو في غيره كتير قوي. بس ده اكتر ريسبتور موجود او اهم ريسبتور موجود. ولما اقول لك السكن والميوكس ميمبرين بلاد فيسلز عليها الفا 1 نفس القاعده عليها ريسبتورز ثانيه بس اهم واكتر ريسبتور شغال هو الالفا 1. طيب عملنا فازو دايلاتيشن مين يكمل بقى؟ وانا لما اوسع الشريط يحصل ايه في التوتال بريفيرال ريزيستنس؟ صح. طب انا يعني ايه اللي هيحصل فيسيولوجيكال كده لما اقلل التوتال بريفيرال ريزيستنس؟ اقلل البلد بريشر صح؟ لا كارديك اوت ملوش دعوه بقى. هو قال لي يا ترى سيستوليك ولا دايستوليك بلد بريشر؟ مين فاكر؟ هو السيستوليك ده كان بيعتمد على ايه؟ كارديك اوت بوت وتوتال بريفيرال ريزيستنس صح؟ والدايستوليك بس ملوش علاقه بالقلب. يبقى يا ترى انا لما هقلل التوتال ريزيستنس اقلل ايه؟ اقلل الاثنين بس هيبقى واضح قوي يعني بالنسبه لي هو غالبا الدايستوليك لكن الاثنين هيقل وبالتالي البلد بريشر هيقل. طيب الشاطر قوي بقى افتكر ان مره كده ما اعرفش كانت ايه المناسبه والله الواحد بفتكر ان الكلام انا قلته ما بقاش عارف انا قلته ليه بس فاكر مره قلت لك كده في قانون في الفيسيولوجي اسمه ميريز لو او ماريز لو او اي بتاعه بيزنطه يعجبك يعني بس هو عباره عن ايه؟ علاقه عكسيه ما بين البلاد بريشر والهارت ريت مش كده؟ وقلت لك لازم الشرط ان اللي يكون اتغير الاول هو الضغط والقلب يحصل فيه بقى تغيير نتيجه ريفلكس افكت اللي هو شغل البار ريسبتورز لو فاكرين. طيب القاعده كانت بتقول ايه بقى؟ ضغط عالي علي ضغط الهارت ريت يقل اسمها ايه دي؟ هارت ريت يقل دي اسمها رين كارديا مباشره من الدواء ولا بطريقه غير مباشر؟ فيسموها ايه بقى؟ لا مش اندايركت يسموها ريفلكس برين كارديا صح؟ لانها حصلت نتيجه الريفلكس بتاع البارو ريسبتورز ده. طب العكس بقى انت اديت دواء شغل البيتا 2 وسعت الشرايين الضغط قل البارو ريسبتورز حست فحصل ريفلكس تاكي كارديا مفهوم؟ يبقى دي شغل دي كلها على فكره حاجه مرتبطه ببعضها يعني ما اقدرش اقول لك ان وسع الشرايين واسكت. بالظبط كده هي الفكره ان البارو ريسبتورز بتحس بالضغط فعايزه تظبطه. لو لقيته عالي قوي بتبتدي بقى السيمباثيتك يهنا والبارا هو اللي يشتغل. فتلاقي الفيجاس اللي رايحه للهارت بقى اكثر نشاطا فعمل شويه برادي كاردي نوع من اعاده التظبيط يعني. والعكس بقى لو الضغط قل. طيب البرونكاي بقى دي ما تتنسيش في البيتا 2. فاكرين قلت لكم قبل كده انا هجمع لكم ان شاء الله في الاخر كده الريسبتورز بالاماكن يعني احنا عاملين نتكلم على الريسبتورز واماكنها انا هقول لك بقى التست فيها ايه والهارت فيه ان شاء الله يعني. البرونكاي عليها نوعين من الريسبتورز ما فيهمش ثالث تقريبا بالنسبه لنا عليها ام 3 تبع ايه ده؟ تبع الباور لما بيشتغل بيعمل كونستريكشن وعليها بيتا 2 لما بيشتغل بيعمل برونكو مش قلت لكم كتير قوي ازاي تعالج برونكيال ازمه مش كده؟ يبقى يا اما شغل البيتا 2 باجونست يا اما اقفل الماسكارينيك. وايه الادويه اللي ممنوعه في البرونكيال ازمه؟ اللي تشغل الماسكارينيك او اللي تقفل البيتا 2 صح؟ الفكره ده بيوسع وده بيضيق فلو شغلت ده يبقى كويس لو قفلته يبقى كويس. ده بالنسبه للبرونكاي حاجه مهمه قوي هي البرونكو دايلاتيشن ودي ادويه مهمه قوي في البرونكيال ازمه اسمها بيتا 2 اجونست. على الجي اي تي هو هيريلاكس الوول. بالمناسبه في قاعده يعني انا مش عارف يعني هي طبعا اكيد ان شاء الله معظمها صح يعني بس فيها حاجات مقلقه بس اعرفها عشان العملي. قاعده مهمه قوي يمكن في النظري ما تهمكش قوي بس في العملي في درس عندنا في العملي او تجربه على الانتستن ما اعرفش بدات في التجارب دي ولا لسه تجربه على الايزوليتد انتستن. التجربه عشان تحل يعني جزء كبير من التجربه او يعني عدد اسئله كبير قوي معتمد على قاعده ان كل البيتا وكل الالفا بيريلاكس الوول اوف ذا انتستن. يعني يا ريت تخليك فاكر القاعده دي حتى عشان العملي مش مهم قوي النهارده لكن
انا عندي بيتا 1 و2 وعندي الفا 1 و2 مش كده؟ كل دول لما اشتغلهم في الانتستين الوول، ما اتكلمش على السفنكتر، الوول اوف ذا انتستين يحصل فيه ريلاكسيشن. طيب على اليورينري بلادر نفس الكلام، بيتا 2 بيريلاكس الوول اوف ذا اليورينري بلادر. تفكر السيمباثيك بيعمل ايه في الانتستين والبلادر؟ كان بيعمل ايه؟ ريلاكس الوول ويقفل السفنكتر، سواء هنا او هنا مش كده؟ اللي بيريلاكس الوول انه شغل البيتا 2. طيب اليوترس هيحصل فيه يوتراين ريلاكسيشن. ما تفكرش قوي بقى، يعني هيفيدنا ان شاء الله في حالات معينه بس مش وقتها بقى. يبقى دي بالنسبه للشغل على سموث ماسل فايبرز، لو اخدت بالك هو شغله كله ايه؟ ريلاكسيشن انهبيتري مش كده؟ ريلاكس وول بتاع انتستين، ريلاكس بلادر، ريلاكس بلاد فيسلز، برونكاي، كله عباره عن انهبيتري. طيب الاي خلاص عرفنا هيقلل الايكوس تيومر مش كده؟ هيقلل الفورميشن بتاع الايكوس تيومر ومالوش علاقه بالعضلات. الليفر البيتا 2 اللي موجوده في الليفر دي بتعمل حاجه اسمها جلايكوجينوليسيز. نعم. اه ماشي. طب بي 3 دي ايه؟ انت قصدك ما فيهوش اي الفا؟ بي 1 وبي 2 اه. انا صح، عشان كده قلت لك البيتا كلها والالفا كلها بتريلاكس الوول. صح. يعني البيتا ما اختلفناش عليها. هي يعني الخلاف شويه على الالفا بتعمل ايه في الجي اي تي، بس احنا بنعتبر ان كمان الالفا كلها بتعمل ريلاكسيشن في الوول. البيتا 2 لما شغاله في الليفر بتعمل حاجه اسمها جلايكوجينوليسيز. يعني تكسر الجلايكوجين. وهتكسر الجلايكوجين وتديني هنا جلوكوز. كويس؟ عشان كده احيانا هو طبعا لما يكون عندي هايبوجلاسيميا احسن حاجه اعملها ايه؟ عيان سكره قليل قوي، احسن حاجه اعملها له دي الجلوكوز مش كده؟ ساعات بقى كنا بنلف لفه كبيره كده او بنعمل طريقه ثانيه، يعني ان انا انشط الجلايكوجينوليسيس، ان انا اخلي الليفر يتكسر الجلايكوجين اللي فيه وطلع لي الجلوكوز. طيب بنكرياس البيتا 2 تزود الانسولين ريليز. ولو فكرت بقى هتلاقي فيه حاجات مش كده؟ مش ماشيين مع بعض بقى. طيب بعدين بقى مش كده؟ بجد والله انا مش بهرب والله من الاسئله، بس هي الفكره ان ما ينفعش دلوقتي. انا باخد الاماكن اللي فيها بيتا 2، لما بقى اتكلم ان شاء الله على دايابيتس او لما نيجي نتكلم حتى على السيمباثيتك بيعمل ايه الدنيا هتختلف شويه، لان هنجمع بقى مش هيبقى ريسبتور ريسبتور يعني. بس هنا الكلام بقى فعلا يعني يكون عندها حق ان في حاجات عكس بعضها. انت هنا بتطلع جلوكوز لما بتكسر الجلايكوجين، وهنا بتطلع انسولين. وعلى فكره هو مش غلط قوي برضه، هو يا فرحتي بالجلوكوز العالي ده وانا مش عارف ادخله جوه الخليه. صح. يعني ايه فكره ان انا اطلع جلوكوز وانا ما عنديش انسولين استفيد بالجلوكوز اللي فيه؟ مش هو ده اللي بيعمل ترانسبورت الجلوكوز؟ الانسولين ده هو اللي بيدخله جوه الخليه بالجلوكوز اللي هم جلوت جلوكوز ترانسبورترز والكلام ده. طيب ده بالنسبه للمكان بتاع البنكرياس. السكيليتال ماسلز يعني احنا سبتوا ايه السكيليتال ماسلز؟ صح. اهم ريسبتور موجود عليها هو الان ان، مش الان ام اس بتاع النيورو ماسكولار جانكشن ده. هو لقوا فيه ريسبتورز ثانيه زي البيتا 2، والبيتا 2 موجوده على البلاد فيسلز بتاعت السكيليتال ماسلز. دي معلومه قديمه او معلومه يعني مؤكده ان هو موجود على البلاد فيسلز اهو، وموجود على السكيليتال ماسل فايبرز نفسهم، على الخلايا العضليه نفسها. ملوش دعوه بالنيورو ماسكولار ترانسميشن، مش ده شغله. البيتا 2 بقى في السكيليتال ماسلز بيعمل حاجات ظريفه قوي، بيعمل فازو دايلاتيشن. صح، خلاص معلومه معدل دي. وبيعمل حاجه اسمها جلايكو جينوليسيس. هو عمل في الليفر جلايكو جينوليسيس، طلع جلوكوز. في المصل لما يعمل جلايكو جينوليسيس اثناء الفيزيكال اكسرسايز والحاجات بقى الاستريس والكلام ده، ما بيلحقش الحقيقه يطلع جلوكوز، هو بيطلع حاجه اسمها لاكتيت او لاكتيك اسيد. يبقى هو عمل جلايكوجينوسيس في الاثنين. الفكره ان في الليفر في يعني الاكسجين سبلاي والكلام ده، طبعا ما اعرفش البايو قوي عشان ما اعكش يعني، بس هو في الليفر هيطلع جلوكوز لما يحصل جلايكوجينوسيس. في السكيليتال ماسلز هيطلع لاكتيك اسيد مش جلوكوز. طيب بيعمل حاجه كمان هنعرفها ان شاء الله واحنا بنتكلم بقى عن الادويه اسمها سكيليتال ماسل تريمورز. تلاقي العيان اللي بياخد بخاخه البيتا 2 ده بتاع البروكي الازمه، يجي يقول لك انا من ساعه البخاخه دي وانا عندي شويه رعشه كده في ايديا، تلاقي تريمرز مقبوضه يعني. هل هي بقى نتيجه شغل على المصل ولا هو نتيجه شغله سنترال؟
ولا ايه الافك يعني ايه التفاصيل؟ مش يعني في عليها كلام كتير، لكن هي المعلومه المؤكده ان اي شخص هياخد بيتا 2 اجونست توقع ان يحصل سكيليتال ماسل تريمورز بشكل واضح قوي. من الحاجات برضو اللي بيعملها على البيتا 2 مهمه الحقيقه، ان هو بيزود الابتيك اوف بوتاسيوم من البلازما او من السيرم من البلد يدخله جوه العضلات، يسحب بوتاسيوم من البلد جوه المسلز نفسها. يبقى بيعمل ايه في السيرم بوتاسيوم؟ بيعمل هايبوكاليميا، مش كده؟ ولو اديت بيتا بلوكر هنعرف ان شاء الله من ضمن عيوب البيتا بلوكرز انها ممكن تعمل هايبركاليميا. وعلى فكره الهايبوكاليميا والهايبركاليميا الاثنين وحشين، الاثنين لهم علاقه بالكارديك بروبرتيز، بالكهرباء بتاعت القلب والكلام ده، فيعني في الحالتين الموضوع وحش يعني. ده جزء من الشغل بتاعهم ان هم يسحبوا بوتاسيوم. هو يبقى على فكره ان البوتاسيوم انفلكس في العضلات اكسيتاتوري، معرفش انتوا خدتوا الكلام ده في الفيزيولوجي. يعني احنا دايما بنتكلم ان السكيلت المصل لما يشتغل النيكوتينيك بيفتح صوديوم شانل، مش كده؟ وده يعمل ديبولاريزيشن وبتدي المصل تطلع كالسيوم وتنقبض. في كلام من فتره يعني ان البوتاسيوم ليه نفس الافكت، البوتاسيوم اللي موجود ده ويدخل جوه العضلات يعمل نفس الافكت. ما سمعتوش عنها؟ مش سمعت عن مرض حاجه اسمها فاميليال بيريودك باراليسيس، حاجه كده في الفيزيولوجي؟ ده نقص البوتاسيوم، البوتاسيوم قليل يخلي العضله ما تشتغلش كويس. فبدأوا يفكروا ان البوتاسيوم ليه اكسيتاتوري افكت على العضلات. بلاش برضه، بلاش النهارده، خليها بعدين. صح صح، بس دخول بقى البوتاسيوم، بنتكلم هنا على الانفلكس اوف بوتاسيوم. لو في بوتاسيوم بيدخل بقى بيحصل له ابتيك، وغالبا بيبقى مع الاكسرسايز او مع السيمباثيتك سبلاي عن طريق شغل البيتا 2. نعم. صح، البيتا بتاع السيمباثيتك. ما هي الفكره ايه؟ ما احنا لسه كنا قايلين هو السيمباثيتك لما يشتغل بيضيق كل الشرايين ولا بيوسع كل الشرايين ولا بيعمل ايه؟ سيمباثيتك. وانا بعمل رياضه وانا بعمل وانا بجري بقى خايف وبهرب، مين اللي بيجري؟ في بلاد فيسلز بتضيق مش كده؟ وفي بلاد فيسلز بتوسع. اللي بيوسع جزء من اللي بيوسع هو شغل البيتا 2. صح؟ على حسب العدد وعلى حسب الـ يعني السبلاي، هل هو هرمونال بس ولا هل هو نيورو ترانسميترز؟ لكن لا لا مش ده الوحيد، ده انا كده ازعل. ايه تاني موجود على البلاد فيسلز؟ ام 3 صح؟ لا بصي في اخر الحلقه النهارده ان شاء الله هجيب لك كده البلاد فيسل ان شاء الله، وحط لك عليه كل الريسبتورز، ونلاقي بقى اللي يشتغل يعمل دايلاتيشن واللي يعمل، هتلاقي كله موجود بقى. تمام. بيتا 1 مش موجود على البلاد فيسل، قصدك كده؟ بس في الفا بقى جاي حالا موجوده بقى على البلاد فيسلز، وتعمل حاجه عكس البيتا على طول. يبقى احنا خلصنا كده ان البيتا بتاعي خلصت كده. طيب الدنيا ماشيه النهارده الحمد لله اسرع يعني من امبارح. خلصنا البيتا 3 قلناها بقى هي بتاعت الليبوليسز والكلام ده. نيجي بقى للالفا ريسبتورز. احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من الالفا، مش مهم بقى سب تايبس النهارده، لكن في الفا 1 والفا 2. مين يفكرنا الالفا 1 كده بتشتغل ازاي؟ السيجنال ترانسدكشن بتاع الالفا 1 كان ازاي؟ كان بيشتغل الفا 1 الفا 1 الفا جي كيو صح، انتوا ليه نسيته؟ الجي اس ده كان البيتا، البيتا كلهم ما كانش فيهم قلق يعني مش كده؟ الام 1 والام 3 كانوا جي كيو، والام 2 كان جي اي وبوتاسيوم اوبننج مش كده؟ الالفا 1 ده كان جي كيو والالفا 2 كان جي اي، عامل شبه الام 2 حتى يعني في طريقه بارد كده الفا 1 وام 1 مع بعض والفا 2 وام 2 مع بعض عشان يشتغلوا نفس السيجنال ترانسدكشن. طيب تعالوا بقى نشوف الاماكن اللي فيها الالفا 1 دي. اول مكان هو سموث ماسل فايبرز برضه. في مكانين تانيين انا هقولهم بقى عشان هم يعني رغم بساطتهم لكن ممكن يعملوا لنا قلق شويه، موجودين على السكيليتال ماسلز، ممكن نقول بقى سكيليتال ماسلز او نيورو ماسكولار جنكشن بقى زي ما تحب تقول، موجودين على نوع معين من السويت جلاندز. طيب على السكيليتال ماسلز موجودين غالبا كده جنب النيكوتينيك، انت عارف في سوماتيك نيرف جاي كده بيطلع اسيتايلكولين وفي ريسبتور بيستنى في المنطقه دي كده، في ريسبتور اسمه الفا 1. يقال انه بيعمل معلومه كده او بيعمل جمله كده اسمها فاسيليتيشن اوف
نيورو ماسكولار ترانسميشن. وما تسألنيش يعني ايه عشان هتحرجني لو سألتني، لان انا ما اعرفش. يعني المعلومة دي قريتها في كتابنا من فترة، كتاب القسم بتاعنا يعني، ودورت عليها كتير قوي ومش عارف ايه بالظبط المقصود. يعني ايه كلمة فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار؟ يعني هو معناها انه بيسهل الاشارة العصبية ما بين السوماتيك نيرف وما بين العضلة، مش كده؟ فبيسهل ازاي بقى؟ يعني بيطلع كيميكال ترانسميتر اكتر، بيطلع كيميكال ترانسميتر اسرع، بيزود الاكسايتابيلتي بتاعت العضلات، بيدخل كالسيوم اكتر. انا ما اعرفش الحقيقه، يعني انا ما اعرفش. وما تبقاش يعني دور طبعا، اللي فيكم يحب يعني يدور ويقول لي والله. يعني انا دايما بستفيد في طلبه في السنين اللي فاتت كده، كان تلاقي جمله غامضه زي كده يروح يدور عليها ويجيب لنا اصلها وتطلع حاجه معلومه حلوه يعني. فابو حميد دور. طيب خلاص، يبقى دي جمله كده اعتراضيه لو لقيتها بقى في الام سي كيو ولا حاجه. فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن. سويت لاندز بقى، مين يفكرنا بالسويت لاندز دي؟ كانت كلها يعني عقد كده سويت لاندز، مش كده؟ كانت ايه وضعها؟ كان فيها اكسبشن انها جاي لها سيمباثيتك بس، صح؟ مفيش بارا. ايوه. ورغم ان هو كان نيرف سيمباثيتك لكن كان كولينرجيك، الله ينور عليك، بيطلع اسيتايلكولين. فلازم الريسبتور اللي يكون هنا يكون ماسكرينك، صح؟ ام 3 اتقال قبل كده بيطلع العرق. ده الكلام ده مظبوط على معظم الغدد اللي هي مسؤوله عن تنظيم الحراره، اللي يسموها الاكراين لو فاكرين، او يسموها ثيرمو ريجولاتوري سويت جلاندز. ليه موجوده في الجسم كله؟ اللي هي تهمك، مش كده؟ يبقى انت لما تدي اجونس للام 3 انت بتزود العرق، صح؟ لما تدي بلوكر للام 3 زي الاتروبين اللي هو اشهر بلوكر، تعمل ايه؟ بوقف العرق. بعمل ايه في حراره العيان يعني او البني ادم بياخد اتروبين؟ ممكن يعمل، صح؟ خلصنا منها، دي قديمه. النوع الثاني من السويت جلاندز اللي موجود في البالم اوف ذا هاندز والسول اوف فيت، ده اسمه ايبوكراين لو فاكرين، او يقول عليه نون ثيرمو ريجولاتوري، يعني ملوش دعوه بتنظيم الحراره، كويس؟ ده نفس القانون، يعني جاي له سيمباثيتك نيرف بس مفيش بار، بس السيمباثيتك نيرف اللي هنا ادرينرجيك، بيطلع نور ادرينالين. فلازم الريسبتور اللي هنا بقى يكون ادرينرجيك برضه، ما ينفعش يبقى ماسكرينك بقى، الماسكرينك ده بيستقبل اسيتايلكولين. فتلاقي الريسبتور اللي هنا اسمه الفا 1. يبقى السويت جلاندز اخبارها ايه بقى عشان نخلص منها بقى؟ عليها الفا 1 في مكان واحد بس، اللي هم البال والسول، لكن بقيه السويت جلاندز كلها عليها ماسكرينك. ودي القاعده اللي انا عايزك تعرفها، ان الماسكرينك ده اللي موجود على السويت جلاندز هو ده الاساس. الالفا 1 دي حاجه اكسبشنال موجوده على سويت جلاندز، ملهاش قيمه كبيره. انت عارف قيمتها ايه في الطب بقى؟ في ناس كتير يعني، في ناس عدد لا باس به من البشر يعني يعرق جامد قوي من كف ايده. بالذات طبعا مع الاستريس، الناس سيمباثيتك بقى دايما على الاستريس، والله في ناس بتنزل ميه كده. يعني دي مشكله على فكره، مشكله اجتماعيه ويعني حاجه مزعجه جدا جدا يعني. السؤال، ينفع اعالجهم باتروبين؟ لا. ايه رايك؟ يعني لو اديته اتروبين هصلح مشكله العرق بتاعه؟ ليه؟ لان السويت جلاندز اللي هنا عليها ريسبتور اسمه الفا 1، ما عليهاش ماسكرينك، والاتروبين ده بتاع الماسكرينك مش بتاع الالفا، فليس لها اي قيمه ان انا اديله اتروبين. انت عارف بيعملوا ايه؟ حتى الالفا بلوكرز يعني ما تنفعش قوي وما فيها مشاكل كتير، بيعملوا ساعات حاجه اسمها سيمباثيكيميا، لو سمعتوا عنها. سمعتوا عنها؟ يعني ايه طبعا السيمباثيتك سبلاي بتاع الدراع بقى ده، عشان نقلل حكايه العرق. عمليه يعني صعبه وبايخه وفيها مشاكل، بس احيانا بتبقى مطلوبه يعني. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع السويت جلاندز. تعالى بقى للاماكن الاشهر اللي فيها الفا 1. خلاص عرفنا فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن ده والسويت جلاندز وكلام اي كلام ده. تعالى بقى نرجع للمكان المشهور قوي اللي هو سموث ماسل فايبرز. صح، في طبعا، بس يعني حاجه كده ما لا تذكر يعني، بالذات مع القلق والتوتر. لكن في ناس على طول وتزيد قوي لدرجه ان هو يعني الكسر يسلم على حد مثلا من كتر العرق اللي فيه. حد بيسمع؟ حد بيقول لا، ما يعني على حد علمي ما فيش حاجه لوكال الفا بلوكر يعني. اصل لوكال ازاي بقى؟ انت هتديها مع الارتيريال سبلاي، عشان تدي حاجه هنا لوكال لازم تديها في شرايين بقى عشان توصل للمكان مع بلاد فلو،
فما اعتقدش انها موجوده يعني. دكتور معلش، هو ايه السيجنيفيكانس بتاع اللي بيحصل العلق هنا؟ مفيش سيجنيفيكانس، هي جزء من الفسيولوجي بتاع الاوتونوميك. ما اعتقدش يعني، انا ما اعرفش سيجنيفيكانس فسيولوجيكالي دي فايدتها ايه، لكن هي مالهاش علاقه بتنظيم الحراره اكيد يعني. اذا كنت بتفكر بقى انها على طالع لا مالهاش علاقه بالريجوليشن اوف بودي تمبرتشر يعني. نعم؟ مش محتاجينه طبعا العمليه، لا محتاجينه اكيد. هتلاقي في بلاد فيسلز الدايلاتيشن بتاع بلاد فيسلز، وتلاقي في لا مشاكل في السيركوليشن بس هي انا كنت فاكر ان هم بطلوها يعني لحد قريب قوي، كنت معتقد ان السيمباثيكتومي دي بطلت خلاص في الطب، ما عادش حد بيعمل كده. بس بالصدفه عرفت من شخص يعني عنده المشكله دي ان هم قالوا له ان هو مضطر يعملوا سيمباثيكتومي. لا ما اعرفش بيقطعوا، بس بيقطعوا من جنب من عند البريكن بلكسس كده، بيقطعوا حاجه يعني، ما اعتقدش بيقطعوا من تحت كده. السموث ماسل فايبرز بقى المشهوره اللي فيها الالفا واحد، هيبقى عندنا برضو البلاد فيسلز، هيبقى عندنا الاي، لو بنعد بس كده يبقى عندنا برونكاي، جي اي تي، يورينال بلادر، اليوترس مش مهم قوي بس المين 6 اورجانز. وفي ماسلز كده موجوده في الكتاب بقول لك عليها مالهاش اي لازمه، حاجه اسمها الكتروباي ماسل وحاجه اسمها ميتيتنج ممبرين، ده مش مهم، خلينا بس الحاجات اللي لها معنى. مبدئيا كده البرونكاي ما عليهاش الفا. خلاص خلصنا منها بقى. بلاد فيسلز بقى، انت متوقع يحصل ايه في البلاد فيسلز في الفا واحد اللي هو جي كيو نيكد. جي كيو يعني ايه؟ يعني فوسفولايبيز سي وداج واي بي 3 وكالسيوم، متوقع جدا ان يحصل. وده اللي هيحصل فعلا بقى من غير خلع يعني. هيحصل فازو كونستريكشن. فين بقى؟ صح، هو الفا دي موجوده في السكين والميوكس ممبرين بس مش كده؟ ايه رايك؟ مفيش بلاد فيسلز عليها الفا غير هم دول. صح، كل البلاد فيسلز عليها الفا، بس الفكره ان السكين والميوكس ممبرين الفا كتير قوي، بعدين ده هيبان فيه. لكن اي لما تدي الفا اجونست من بره كل البلاد فيسلز هتجيب. هيحصل فيها فازو كونستريكشن. طيب الفازو كونستريكشن ده وراه حاجات بقى متوقعه. فازو كونستريكشن معناها عملت ايه في الريزيستنس؟ زودت توتال بريفرال ريزيستنس. اخبار الضغط ايه؟ دي مين اللي هيزيد؟ سيستوليك ولا دايستوليك؟ الاثنين هيزيدوا. الاثنين لان الاثنين داخل فيهم توتال بريفرال ريزيستنس. طب اخبار القلب ايه بقى؟ صح، ضغط هيعلى، الباروسيبتورز هتحس، هيبدا الفيجاس يشتغل عشان يظبط الامور، فيحصل معاه ريفلكس راديكارديا. الكلام ده لو الالفا، لو اديت دواء شغل الالفا واحد بس من غير ما يشغل اي حاجه تاني، متوقع طبعا على فكره وبتحصل ان انا اعمل فازو كونستريكشن فضغطي يعلى، فالبارو ريسبتور تبتدي تبعت للقلب او عن طريق يعني البارو ريسبتور ريفلكس تقلل الهارت ريت. طيب انت سمعت في الباثولوجي عن حاجه اسمها كونجيشن مش كده؟ باثولوجي اه كونجيشن ده عباره عن ايه؟ بيقول لك المكان ده congested يعني blood vessels عباره ايه؟ dilated. صح، الالف واحد لما تشغلها تضيع الاحتقان. صح، انت لما تعمل vaso constriction انت لغيت الاحتقان، فيقولوا عليه بالانجليزي ايه بقى؟ decongestion. ايه congestion؟ احتقان مش كده؟ ودي ازاله، شلنا الاحتقان. يبقى لما تشغل الالف واحد في اي blood vessel، لو كان blood vessel ده واسع وعمل احتقان في المكان يحصل decongestion. الاكشن الثالث كل ده سببه ان انا ضيقت الشرايين، يحصل حاجه اسمها هيموستيزس. يعني ايه؟ هيمو يعني ايه؟ بلط وستيزس توقف او ركود. يعني انا عايز اقول لك ايه بقى؟ بالعربي كده بوقف النزيف. اي مكان فيه نزيف لو شغلت الالفا واحد في البلط فيسلز، البلط فيسلز بتقفل فيوقف النزيف. الاكشن الاخير بقى انت سمعته قبل كده. لا ده لا هو لو عمل ثرومبس ده احسن لي، ما هو هو البلد عشان يقف النزيف لازم يحصل كلوتنج مش كده؟ انا بعمل الكومبريشن ده حاجه يسموها ميكانيكال، سواء بقى بفلت البلد فيسل بدواء او بايدي او بغطى على المكان في انتظار ان يحصل هنا كواجيليشن عشان المكان ده يتقفل بقى النزيف اللي فيه. غلط. لا 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 خالص، يعني لو حتى لو انا مفترض معاكي مثلا ان انا عندي نزيف من الانف مش كده؟ انا مش هحقن العيان ده دواء يشتغل على الالف واحد، انا احط له شاش كده او قطن احط له عليه الدواء واحط له لوكال، فمفيش قلق يعني. ده انا لو عملت العمل دي ممكن اضيع، هقول له ان شاء الله في الاوتروميك لو اديت دواء رفع عمل الف واحد رفع الضغط
ممكن العيان بدل ما كان بينزف من انفه ينزف من مخه. مش كده؟ الضغط عالي قوي وحصل سريبرال هيموراج، يبقى فرحتي بقى بان انا وقفت النزيف يعني. طيب فاكرين حاجه اسمها لوكال اناثيتكس مش كده؟ فاكرنا ان الدواء موضعي عشان اقلل الاحساس بتاع الالم. وكان مشكلتي في اللوكال اناثيتكس ايه؟ انتوا فاكرين لما يعني ده كده الجلد وانا حقنت تحت الجلد وادي النيرف اللي انا عايز اللي كان بيحصل له ابزوربشن صح؟ ان انا عندي هنا بلاد فيسلز تحت الجلد ممكن الدواء يدخل على السيستميك سيركوليشن يعني يحصل له امتصاص. مطلوب ولا مش مطلوب؟ مش مطلوب نهائي. ليه بقى؟ لان تركيز الدواء هنا هيقل فاضطر ان انا ادي تاني. والاسوأ من كده ان اللوكال اناثيتكس لها تاثير سيء جدا على سي ان اس. ممكن تعمل كونفالجنز. حتى قلت لكم ساعتها دكاتره الاسنان ساعات بيحصل معاهم الكلام ده. يبقى انت خايف ان يحصل ابزوربشن اوف ذا لوكال اناثيتكس. الحل ايه بقى؟ ان انا ادي حاجه اي كان اسمه بقى مش كده؟ ادي حاجه تعمل فازو كونستريكشن. اشغل الالفا واحد فالشريان ده يضيق شويه. فيقل الامتصاص فيفضل الدواء قاعد هنا يبقى الديوريشن بتاعته بدات تطول. تجنبنا مشاكل السي ان اس وفي نفس الوقت هيبقى النزيف قليل. صح؟ يعني الجراح بقى من ضمن الحاجات اللي هو عايزها ما يبقاش المكان اللي بيشتغل عليه فيه نزيف. يبقى انت عملت كل الفوائد دي لما حطيت فازو كونستريكتور زي الالفا 1 اجونست دول على لوكال اناثيتكس. اوعى الشباب خالد شكلك كده يطلع بتاع جراح. اوعى وانت بتشتغل تحط ادرينالين مع لوكال اناثيتكس في الاماكن اللي فيها اند ارتريز اللي ما فيهاش اناستموز. شريان واحد لو اتقفل المكان ده يجيله جانجرين يموت نيكروزس واخد بالك اللي هي الاصابع الايدين والرجلين. ولو بتعمل عمليه الختان في الاولاد الميل سيركمسيشن. طيب ده بالنسبه للالفا واحد اهي طولت معانا شويه بس حلو تستاهل والله برضه. الاي انهي عضله في العين بقى اللي تبع السيمباثيتك؟ بقيه البيبين دي صح؟ يعني انت عندك الاي اهو عليك عضله كده اسمها دايليت بيبيلي. العضله دي جاي لها عصب ادرينرجيك بيطلع نور ادرينالين يشغل لك الالفا واحد. الالفا واحد لما تشتغل الدايليتور دي تشد لبره كده فيحصل يحصل اكتف ميدليزس. اكتف ميدليزس مش كده؟ مش احنا قلنا عندنا طريقتين للميدليزس، يشغل اللي بتوسع يقفل اللي بتضيق. لو شغلت اللي بتوسع يبقى انا عملت اكتف ميدليزس. لو قفلت العكسيه بقى اللي هي الكونستريكت يبقى اسمه باسيف ميدليزس. واللي هيفرق بينهم ان شاء الله اللايت ريفلكس هفكركم بيه في الفيزيولوجي. طيب يبقى ده بالنسبه للعين هيعمل هنا اكتف ميدليزس. الجي اي تي مين فاكر القاعده اللي كانت فوق دي؟ كل البيتا وكل الالفا بيريلاكس الجول. يبقى ده متوقع اهو مش كده؟ الاهم من كده الحقيقه ان هيحصل كونتراكشن اوف ذا سفنكتر اللي بيقفل المحبس طبعا الانفولنتري. احنا دايما بنتكلم على الانفولنتري اللي اوتونوميك مش كده؟ ما بنتكلمش على الفولنتري سفنكتر بتاع الانر سفنكتر. هيحصل كونتراكشن في السفنكتر ده. نفس الكلام في اليورينري بلادر هيحصل كونتراكشن في السفنكتر اوف ذا يورينري بلادر. يبقى انت لما تدي الفا 1 اجونست متوقع يحصل ايه في البلادر؟ لما تدي دواء البلادر اهي لو اخدت بالك منها وهرسمها لك تاني ان شاء الله عليها بيتا 2 على الوول مش كده؟ والفا 1 على السفنكتر. مش ده اللي قلناه من شويه؟ البيتا 2 دي كانت بتريلاكس الوول والالفا 1 دي بتكونتراكت السفنكتر صح؟ لو انت اديت الفا 1 اجونست بالذات في عيان سنه كبير شويه راجل كده عنده بروستيت كبيره يحصل يورين ريتنشن. طيب فكر معايا كده بقى ازاي نفك شويه اليورين ريتنشن ده؟ ازاي عيان عنده بروستاتيك هايبرتروفي وعنده مشاكل في الميكتوريشن افتح له الطريق شويه ازاي؟ الفا بلوكر صح او الفا انتاجونست. ولما نتكلم عليها ان شاء الله هقول لك بقى ان في هنا انواع. في حاجه اسمها الفا 1 فاكر قلت لك في الفا 1 دي في منها سب تايبس. هنسمع عن حاجه اسمها الفا 1 اي نوع معين كده موجود في السفنكتر اوف ذا يورينري. يبقى ده بالنسبه للبلادر. بالنسبه للميل سكس اورجانز السيمباثيتك هو اللي مسؤول عن ايجاكيوليشن. ده كونتراكشن بقى بيحصل في السموث ماسلز في الكوربورا عن طريق ستيميليشن اوف ذا الفا 1. لا الاثنين البي 2 لما برضه نترقى شويه كده في المنهج البي 2 دي شغلها دايما مرتبط بادرينالين. يعني مفيش اوتونوميك سبلاي مفيش نيرف سبلاي جاي لها. هي شغاله على الادرينالين اللي موجود في السيركوليشن يعني. خلصنا كده بقى من الالفا 1 اخر حاجه بقى ايه؟ اتفضل. يعني انا لو جبت الفا 1 على حاجه بس يحصل تاني مش
الفا 1 اجونست يحصل لو الفا 1 بس يحصل برادي كارد مش تاني، لان الالفا 1 هتعمل فازو كونستريكشن صح، فالضغط هيعلى فالبارو ريسبتورز هتحس، فالفيجل سنترز تبقى اكثر نشاطا فيحصل برادي كارد. هل الالفا 1 بقى الدواء اللي انا اديته ده هو اللي راح على الهارت وقلل ضربات القلب؟ يعني هل اشتغل مباشره كده؟ لا، ده كل فكرته ان هو عن طريق الريفلكس اكشن. طيب اخر ريسبتور بقى ان شاء الله اللي هو الالفا 2، وبعد كده بقى ايه نلم الريسبتورز كده بالاورجنز بتاعتها. فكرني بس اقول لكم حاجه اسمها بري سينابتيك ريسبتورز عشان انا بنسى والله الايام دي. دي حاجه اسمها بري سينابتيك ريسبتورز لازم نقولها كده ونروح. الالفا 2 دي زي ما اتفقنا بتشتغل جي اي بتنهبت ادينال سايكليز فبتقلل السايكليك جيمنج. الالفا 2 دي من الاماكن المشهوره بتاعتها يعني موجوده على السي ان اس. انا عارف ان انا لو سالت هلاقي ناس اتلخبطت، بس هو من شويه كده كان في ريسبتور موجود في السي ان اس. ايوه، ولما كان بيشتغل كان بينشط السيمباثيتك سنترز فيخلي اشارات السيمباثيتك للاورجنز عاليه، كان البيتا 1 مش كده؟ الالفا 2 مبدئيا كده عشان ما نلخبطكش، الالفا 2 ده تبع السيمباثيتك بس معظم شغله انهبيتوري على السيمباثيتك. واخد بالك؟ يعني هو تبع هو يعني ريسبتور تبع السيمباثيتك نيرفس سيستم بس وظيفته ان هو يهدي السيمباثيتك نيرفس سيستم، عامل كده بالظبط زي ما اساتذه بتوع الفسيولوجي والفارما بيشبهوه، عامل زي الفرامل. ما يبقاش عندك اكسجريتد افكت قوي للسيمباثيتك لما يشتغل. كويس؟ من ضمن الحاجات اللي بيعملها اللي بيروح على السي ان اس ويعمل ديكريز او نوع من الانهبيشن تو سيمباثيتك اوت فلو. بيهدي الاشاره العصبيه اللي طالعه من المخ دي رايحه بقى على الهارت وعلى البلاد فيسلز وعلى الكيدني وعلى الانتستن يخليها اقل شويه. كويس؟ يبقى كان انا عندي في البريك بقى عشان اخلص منه كده، او كان انا عندي في السي ان اس نوعين عكس بعض مش كده؟ عندي بيتا واحد ده بينشط زود السيمباثيتك ديسشارج، وعندي الالفا 2 ده انهبيتوري. برضه مين بقى واخد الابر هاند ومين بيشتغل اكتر ومين الكلام ده؟ ده ليه علاقه بالسيتويشنز. يعني في الاستريس اكيد اكيد البيتا 2 هي البيتا 1 اللي داخل الابر هاند. بس ستيل دي شغاله عشان ما يبقاش فيه رد فعل عالي من الاوتونوم او من السيمباثيتك. طيب نمره 2 بري سينابتيك. انا سمعت الكلمه دي مره مع الام 2 لو فاكر، لو رجعت للجدول بتاع الكتاب هتلاقي مكتوب في الام 2 موجود بري سينابتيك. واقول لك ان شاء الله دلوقتي كده في الاخر ايه بقى موضوع البري سينابتيك ده. بس مبدئيا بما ان الريسبتور ده انهبيتوري يبقى هو بيقلل خروج النور ادرينالين من الادرينرجيك نيرف. لما الالفا 2 يشتغل النور ادرينالين يقف شويه، ما يطلعش بقى نور ادرينالين بزياده. نمره 3 الكدني. نفس المكان جاكستا لوميرور افاريتس، كان عليه ريسبتور ليه ده من شويه. مش مهم والله ما تزعلش خالص، انت كشرت ليه ده عادي، احنا كل ده انا نفسي اتلخبطت يعني. الريسبتور اللي كان موجود على جاكستا اسمه بيتا 1، لما كان بيشتغل كان بيزود الرينالرينين مش كده؟ والرينالرينين ده كان وراه قصه بقى. طيب الالفا 2 ده اخباره ايه؟ الفا 2 ستيميلاتوري ولا انهبيتوري؟ يبقى انت متوقع خلاص بقى ان هو ايه؟ هيقلل الرينين ريليز من جاكستا لوميرور. يبقى سيادتك لما تحب تقلل الرينين، واحد ضغطه عالي ولقوا ان ضغطه عالي ده اسمه هاي رينين هايبرتنشن بسبب الرينين. كويس؟ لما تحب تظبطه العيان ده يا اما ادي اغنس على الالفا 2 يا اما ادي بيتا اسامج بيتا بلوكرز اللي هي العيله المشهوره قوي في علاج الضغط. طيب نمره 4 البنكرياس. البنكرياس ده كان عليه ريسبتور برضه من شويه كده كان اسمه بيتا 2. كويس احنا جبنا بيتا يعني برضه في المنطقه ما تهناش. البيتا 2 اللي كانت في البنكرياس كانت بتطلع انسولين صح؟ الالفا 2 دي انهبيتوري فتقلل الانسولين ريليز. يحصل ايه بقى في السكر ومين اللي هيبقى سكر عالي ولا سكر قليل ولا الدنيا حوارها ايه بقى قدام شويه ان شاء الله. بس مبدئيا كده الالفا 2 ده انهبيتوري على الانسولين ريليز. نمره 5 الاديبوز تيشو. كان عليه بقى 1 و3 صح 1 و3 كانوا بيعملوا لايبوليسيس بيروحوا مطلعين في الدم كده فري فاتي اسيد. ده العكس ده يعمل انهبيشن اوف لايبوليسيس.
الفا 2 ده يقلل الهايبرسيس في الاماكن اللي فيها الدور. نمره 6 العين، فكرني كده، وخلي بالك العين هنا مش ماسلز، العين هنا سيريال ابيثيليا. طيب كان في ايه على السيريال ابيثيليا من شويه كده؟ بيتا 1 و 2 كانوا بيطلعوا ميه صح؟ الالفا 2 موجود على السيريال ابيثيليا بس وظيفته انه يقلل الايكوس هيومر فورميشن. عايز ثلاث ادويه، عنده جلوكوما باي ديفرنت ميكانيزم. كان في طلبه ناصحين قوي اقول له هات لي ثلاث ادويه عنده جلوكوما يجيب لي 15 دواء بيشتغلوا بنفس الطريقه. انا عايز ثلاث ادويه، مش عايز اسامي، انا عايز افكار، يعني عايز عشان يعالج جلوكوما بطرق مختلفه. الفا 2 اجونست صح، اقلل الفورميشن. بيتا عموما بقى، لان بيتا 1 و2 بيعملوا، تبقى بيتا انتاجونست وبيتا بلوكر، واللي انتوا قلتوهم دول نفس الفكره، ان انا بحاول اقلل الفورميشن. الحل الثالث مسكرينيك اجونست اللي هو كان زمان يتسمى بارا سمباثي مايميتك، عشان ازود بقى ساعتها الدرينج، ماليش دعوه بالفورميشن بقى. يبقى ده بالنسبه للاي. في مكان هو يعني هو مهم الحقيقه، بس انا ما كنتش ناوي اقوله، بس حد من الطلبه امبارح هو اللي قاله، فانا هضطر اقوله بقى عشان ما تبقاش يعني خبينا عليكم حاجه. موجود على البليتلتس الفا 2، ده من الحاجات الموجوده على البليتلتس. لو اخدت بالك هو في كل حاجه شغله انهبيتوري مش كده؟ ما عدا البليتلتس. يزود البليتلت اجريجيشن، المكان الوحيد اللي بيحصل فيه نوع من الاستيميليشن ان بيحصل بليتلت اجريجيشن. حد فيكم عارف التفسير؟ عشان هو الاستريس بيشتغل وقت البليدنج، لا هو ما اقصدش كده، انا اقصد لا هو ده يمكن يكون يعني الهدف مش كده، لكن الميكانيزم ازاي الدواء ده بيزود الاجريجيشن، برافو عليك برافو عليك. انت عارف ان السايكليك ام بي ده في البليتلتس انهبيتوري، السايكليك ام بي لما يزيد في البليتلتس يقلل حاجه اسمها بليتلت اكتيفيتي، يخليها ما تلزقش في بعض بقى وما تعملش الاجريجيشن ده. يعني كل ما زودت سايكليك ام بي كل ما قللت نشاط البليتلتس. ماشي؟ انت بقى الفا 2 دي عملت ايه؟ الفا 2 جي اي يعني قللت، صح احسبها بقى انت، قللنا الحاجه اللي بتقلل نشاط البليتلتس مش كده؟ يبقى احنا عملنا ستيميليشن. مش في العربي كده قاعده في النحو، ولا مش في النحو، ولا نحو ايه؟ قاعده دي معرفش في ايه بقى في العربي. ايوه صح، دي في ايه دي؟ تعبير في البلاغه في النحو. طيب نفي نفي اثبات، يبقى انت قللت الحاجه اللي بتقلل النشاط البليتلت، يبقى انت عملت بليتلت اجريجيشن. تمام؟ يبقى دي الاماكن بقى المشهوره اللي فيها الالفا 2. قبل ما نقول بقى الاورجنز كده والكلام ده، نقول بس البري سينابتيك ريسبتورز. اظن كله بقى يعني دلوقتي ضميره بيأنبه قوي، او مش بيأنبه يعني قصدي بيحفزه ان هو يروح يذاكر الريسبتورز مش كده؟ مهمه الضمير ايه اخباره ايه؟ شكله بعافيه قوي. نعم الجلوكوما. طيب هي طبعا هي جايه في يعني يوم كده ان شاء الله العالمي للجلوكوما مع بعض احنا فيه، بس يعني مبدئيا انت عندك الجلوكوما بالنسبه لطريقه العلاج معتمده على قاعده ان الجلوكوما از يعني ضغط العين عالي بسبب امبالانس ما بين الفورميشن والدرينج، ده عالي وده قليل مش كده؟ فالهدف دايما من العلاج يا اما اقلل الايكوسيومر فورميشن، ودي اقدر اعملها بشغل الريسبتورز، ان انا اقفل البيتا لانها لما بتشتغل بتزود ايكوس هيومر، او ان انا اشغل الالفا 2 لانها بتقلل تكوين الايكوس هيومر، دي طبعا طرق ثانيه جايه بعد كده، يا اما ازود الدرينج، وده اقدر اعمله عن طريق ان انا اشغل ماسكرينج بتوع العين ان هم يشغلوا لي بقى الكونستريكتور والسيلياري ماسل. طيب الاوتونوميك هنفترض معاكم بقى كده ان شاء الله ان ده الفيكتور اورجن في الاوتونوميك، وهزعل قوي لو ما قلتلوش يعني ايه الفيكتور اورجن في الاوتونوميك. ايوه صح صح، يا هارد يا سموث ماسل ايا كان بقى مكانها، يا اي حاجه في الاكسكراين جلاند. طيب هفترض معاك برضو ان ده نوع من الافكتور اورجنز اللي جاي له دبل انرفيشن، يعني جاي له عصب اهو، ده ان شاء الله باراسمباتيك مش كده؟ باين بقى من الاوريجن، وباين من الجانجليا، وباين من البري القصير والبوست الطويل صح؟
كيميكال يعني ما كنتش ده مثلا والله بس كيميكال ترانسميترز في السكه بقى سيتايكولين اسيتايكولين فايبر ريسبتورز سيتول ايه في الطريق ده هنا في ايه هنا نيكوتينيك ان ان وهنا ماسكارينيك ايا كان بقى واحد اثنين ثلاثه مش فارقه معانا دلوقتي المهم ان هو ماسكارينيك صح طيب ده ادي ثراسيك اهو وادي هنا اهو ده اكيد سيمباثيك مش كده من الاوريجن والجانجليا والفري والبوست النيورو ترانسميترز في الطريق ده ايه؟ هنا اسيتايكولين وهنا غالبا نور ادرينالين صح؟ بس مش دايما في سكيلتال ماسل بلاد فيسلز وفي سويت جلاندز اللي هي العاديه بتاعتها لو افترضنا ان هنا نور ادرينالين يبقى ريسبتورز هنا الفا وبيتا على حسب المكان وهنا نيكوتينيكيه هي صح؟ ده بتاع الجانجليا كلها مش كده مش لاقي اوتونوميك مفيش حاجه غريبه طيب المكان ده بقى اسمه ايه؟ المكان الوهمي ده اسمه سينابس صح؟ الريسبتورز دي اللي هي الالفا والبيتا والماسكارينيك موجوده بعد السينابس مش كده؟ يعني الاوريجن من هنا اهو فانا لو ماشي كده في رايح للاورجن يبقى الريسبتورز دي موجوده بعد السينابس يبقى اسمها صح بوست سينابتيك يبقى احنا اللي قعدنا نحكي عليه بقى بتاع الهارت والانتستين والمش عارف البلادر والايه كان كل كلامنا على بوست سينابتيك ريسبتورز الريسبتورز اللي موجوده على الافكتور اورجن اللي هتستقبل كيميكال ترانسبورت كويس طب بما ان في بوست سينابتيك يبقى في بري سينابتيك ايه بقى البري سينابتيك دي على النيرف ده شايف النيرف الصغير النيرف ده اللي هو البوست جانجليونيك سواء كان بارا سيمباثيتيك او سيمباثيتيك لقوا هو نفسه على النيرف ده ريسبتورز وبما انها موجوده يعني جغرافيا قبل السينابس فسموها بري سينابتيك ريسبتور كويس هلاقي هنا على الريسبتور ده هو المفروض بيطلع اسيتايلكولين ده هلاقي ريسبتور اسمه ام وسموه ام 2 في معظم الكتب اسمه ام 2 لو رجعت للجدول زي ما قلت لك كده هتلاقي ام 2 هارت وفي النص كده بري سينابتيك وسيء الناس طيب ده وظيفته ايه بقى ده يقولوا عليه اوتو ريسبتور عارف انت فكره الفيدباك او النيجاتيف فيدباك بتاعت الهرمونز والهرمون نفسه لما بيطلع بيعمل ايه بيقلل الافراز نفسه صح معظم الهرمونز كده نيجاتيف فيدباك عشان يبقى فيه نوع من الكنترول نفس الفكره بالظبط اسيتايلكولين خرج اشتغل على الماسكارينيك اللي على الاورجن عمل الافكت بتاعه واشتغل على الماسكارينيك اللي موجوده بري سينابتيك كويس يعني ايه بقى؟ هو الام 2 دي كان شغلها ازاي؟ حد يفكرني كده؟ جي اس ولا جي كيو ولا جي اي ولا جي اي يعني ايه جي اي؟ يعني بتقلل سايكليك ام 2 صح وبتفتح بوتاسيوم شانل مش كده؟ يعني بتخلي الخليه دي بتخلي العصب ده اخباره ايه؟ فكانك عملت ايه بقى؟ انهبيشن قللت او وقفت خروج الاسيتايل كولين اللي خرج بقى ده واشتغل هيتكسر مش كده؟ وهتيجي نيرف امبلس جديده وهيطلع اسيتايلكولين جديد ويعمل نفس الايفكت يبقى كانه نوع من الكنترول تو ذا ريليز اوف ذا كيميكال ترانسميتر فيسموهم بقى ايه؟ اوتو ريسبتور يسموهم بري سينابتيك ريسبتورز انهبيتوري ريسبتورز زي ما تحب تسميهم اتفضل المفروض ان اللي هي الاكشن تاشن دي يعني شورت ديريشن صح يعني مش هتعتمد وقت على الهرمون اه مش هتزود لا يعني بتحجم اللي خارج من الاسيتايلكولين ده يعني هي الفكره مش برضه وقتيه قوي زي ما احنا متخيلين يعني جت اكشن بوتنشال ودخل كالسيوم كالسيوم بيدخل يفرقع له شويه كالسيوم يدخل يفرقع له شويه واخد بالك يكون ساعتها بقى الماسكارينيك ريسبتورز بري سينابتيك اشتغلت فخروج الاسيتايلكولين من الاكشن بوتنشال ده يبقى ليه حد معين طيب في نفس ذات الوقت بقى النيرف ده اللي هو بيطلع نور ادرينالين لقوا عليه بري سينابتيك ريسبتور كويس؟ لقوا عليه واحد مهم قوي قوي اسمه بري سينابتيك الفا وسموه برضه الفا 2 احنا كنا بنشرحه من شويه الالفا 2 ده كان بيشتغل زي الام 2 بيعمل شغله عن طريق جي اي يعني انهبيتوري على الادرينال سايكليز فيقوم لما يشتغل النور ادرينال خرج اشتغل اهو وبعدين اشتغل على الالفا 2 دي فعمل نفس الافكت انهبيشن اوف نور ادرينال ريليز كويس يبقى ده ربنا خلقهم كده بقى عشان يحصل نوع من التحكم في افراز الكيميكال ترانسميتر في واحد تالت الحقيقه هو مشكوك في امره قوي يعني وانا مش عارف هي اهميته ايه لكن هو مكتوب عندنا في الكتاب يعني ان في بري سينابتيك بيتا ان زي ما في كده الفا 2 على العصب ده في بيتا على العصب
حتى مش مدين له رقم بري سينابتك بيتا، لان البيتا لو اخدت بالك كلهم بيشتغلوا جي اس، فمش فارقه معانا بقى هو نوع واحد من البيتا خلاص بيشتغل جي اس. جي اس يعني ايه؟ يعني نشط ادفانس سايكليز، يعني زود سايكليك ام بي. فانت متوقع منه ايه؟ يزود الريليز اوف نور ادرينالين. الحقيقه يعني البيتا ريسبتور ده يعني مش مؤكد قوي ومش معروف قوي هو وظيفته ايه، لان انا غالبا مش محتاج ازود الريليز يعني، مش كده؟ انا محتاج حاجه تخلي الريليز في حدود الفيسيولوجيكال افكت اللي احنا عايزينه، بس موجود. كتاب الخصم بقى عامل لك حاجه ظريفه قوي، لما شغل الالفا 2 لو اديت دواء شغل الالفا 2 اجونست على الالفا 2 وانا عملت ايه؟ عملت ايه؟ شغلت الالفا 2 بري سينابتك ده، عملت ايه؟ قللت النور ادرينالين ريليز. شغلت البري سينابتك بيتا زودت النور ادرينالين ريليز. قفلت البري سينابتك الفا قفلت البري سينابتك الفا قفلت ايوه زودت ريليز قفلت الحاجه. شكرا يا محمد الله يخليك. طيب خليه بقى عندك عشان اللي هيحب يصورها او دي هديها بقى. شكرا يا محمد الله يخليك. قفلت البري سينابتك بيتا عملنا زي ما قلنا بتاعت النحو دي، ان انا قفلت اسف البري سينابتك الفا 2 يبقى قفلت الحاجه اللي بتقلل يبقى زودت ريليز. شغلت البري سينابتك بيتا زودت ريليز قفلت البري سينابتك بيتا. هو فضى يعني اكتر منه فراغ يعني اكتر منه اي حاجه بقى. نعم؟ هنا؟ بيقارن يعني انا يعني برضه ما شفتش بعيني قوي الكتب الكبيره مكتوب بري سينابتك بيتا. هي ليها اكيد مصدر بس يعني اللي مؤكد في كل الكتب البري سينابتك الفا 2 وام 2 بيتا بس لان هي مفيش فرق في الانتهاءات. هو هنا الاثنين والاثنين عشان دول انهبيتور، لكن كل البيتا عباره عن ايوه. خلاص خلصنا بقى اخر حاجه بقى انتوا هنعمل بقى كده تجميع ان شاء الله للاورجنز المهمه بالريسبتورز اللي عليها. وانت دلوقتي متلخبط فان شاء الله لما ارسم لك الرسمه دي نخبط جدا جدا بقى يعني هتبقى ان شاء الله يعني بس ربنا يسهل. قولوا لي بقى انتوا ايه الاورجنز كده وانا ارسمها لكم يعني بناء على طلب الجميع. انت عايز اورجن ايه حضرتك؟ عايز اعرف؟ لا ليفر لا مش هرسم لك ليفر لا ايوه يعني عايز كبده بقى ودخلنا عايز كبده وعايز اورانس لا احنا حاجات مهمه يعني الهارت ده ايه ان شاء الله؟ يعني الهارت ده مين دوت دبل انفيشن ولا سنجل انفيشن؟ سيمباثيتيك كبار. طيب العصب السيمباثيتيك اللي جاي له بيطلع نور ادرينالين مش كده؟ فالمفروض يكون في ريسبتور ادرينرجيك. الادرينرجيك ريسبتور هنا بيتا 1 صح؟ عرفناه بقى بيشتغل بيعمل ايه كويس؟ وفي فيجن نيرف جاي بيطلع اسيتايل كولين بتاع الباراسيمباثيتيك، يبقى المفروض يكون في ريسبتور اسمه ام 2 صح؟ ده الهارت بيتا 1 بتزود كل حاجه والام 2 بتقلل مش كل حاجه بتقلل ريت واي في كوندكشن مالهاش دعوه بالفنتريكل وتزود شويه الاتريال كوندكشن. طيب لو دخلنا بقى على الحاجات الجميله بلاد فيسلز ادي بلاد فيسل في اي مكان في الدنيا اهو وعشان برضو يعني يبقى عندنا العيب بقى ادي بلاد فيسل اوف سكيليتال ماسلز يفرق فور بلاد فيسلز ان جنرال دبل انرفيشن ولا سنجل انرفيشن؟ سنجل اللي هو سيمباثيتيك ادرينرجيك ولا كولينرجيك؟ بتاع اي حته ما عدا السكيلتال ماسلز ده يبقى ده ادرينرجيك صح؟ يعني نيرف بيطلع نور ادرينالين فلاقي هنا ريسبتورز اللي موجوده هنا اسمها الفا 1 وبيتا 2 مين اكتر من مين بقى؟ الفا واحد اكتر ولا بيتا اتنين اكتر؟ على حسب المكان مش كده؟ لو بنتكلم على سكين وميوكس ممبرين يبقى الفا واحد هي الكبيره، لو بنتكلم على بيتا اتنين على يبقى ده بنتكلم يعني سكيلت المصل بلاد فيسلز والكورونري بلاد فيسلز. طيب مفيش حاجه ثانيه على البلاد فيسلز؟ صح ام 3 وصل له عصب ولا مش وصل له عصب؟ اللي هنا ده ران انرفيت امتى يشتغل؟ لما احد من بره اودي من بره اجرس يشغل الام 3 فيوسع البلاد فيسلز. طب ده جاي له عصب كده هو سيمباثيتك بس بيطلع اسيتايل كولين مش كده؟ مش ده اكسبشنال؟ فالريسبتور الام 3 هنا موجود وشغال بقى اسيتايل كولين يطلع يشغل فيوسع الشرايين بتاعت العضلات.
هو ده بس الريسبتور الوحيد اللي موجود على سكيلة المصل ده بس؟ لا، عليه الفا واحد وبيتا 2. الفا واحد كتير ولا قليل؟ قليل صح، وبيتا 2 كتير. طب سؤال بقى، سؤال بقى يعني مش عارف، خليك فكروني بس ان كنت نفسي اسال سؤال ورجعت في كلامي بس هساله تاني، فكروني ان شاء الله. طب خلصنا كده من البلاد فيسلز، عندك البرونكاي دي سهله قوي بقى، البرونكاي عليها ايه؟ عجبكوا الرسم صح؟ حدش عشان كده محدش بيجاوب. البرونكاي دي عليها ايه ريسبتورز؟ احنا قلناها مليون مره، عليها بيتا 2 وام 3. اقول لكم معلومه بقى واجرينا على الله، ده لي نيرف سبلاي. الام 3 ليه فيجل سبلاي بيطلع عسيفال جرين شبه الام 3. البيتا 2 ملوش نيرف سبلاي. البيتا 2 ملوش، مفيش نيرف سيمباثيتك جاي على البرونكاي في معظم الكتب الفارما والفيسيولوجي والبطنه كلها. امال بيشتغل بايه ده؟ صح، بيشتغل بالهرمون، بيشتغل بالادرينالين اللي طالع من الادرينال مطلع. عشان كده حد امبارح سالني قال لي ليه ما حطيناهاش مع الاكسبشنز؟ ليه ما حطيناهاش مع الاورجنز اللي هي سنجل انرفيشن؟ هي الاورجنز اللي هي سنجل انرفيشن كانت اندر كنترول بحاجه واحده بس، يعني مفيش يعني سيمباثيتك بس او بره بس، مش كده؟ ده بعتبر ان الادرينالين ده نوع من الكنترول، يعني بعتبر كان في هنا سيمباثيتك سبلاي بس مش عن طريق عصب. طيب تعالوا بقى للاي. حد بقى شاطر يقول لي كده الاي اخبارها ايه وفيها عضلات ايه وريسبتورز ايه؟ صح، لو بنتكلم على مش عضلات يبقى نتكلم على السيلياري بادي كده اللي هو اللي بيطلع الميه ده، يبقى في بيتا وفي الفا 2 صح؟ البيتا بتعمل ايه في السيلياري بادي؟ بتزود الفورميشن اوف ايكوسيوم، والالفا 2 بتقلل. طيب لو بنتكلم على ماسلز بقى، دي دايليترو بيوبيليان مش كده؟ الدايليترو بيوبيلي تبع السيمباثيتك جاي لها عصب سيمباثيتك بيطلع نور ادرينالين، والريسبتور هنا اسمه الفا 1 على الدايليتور بيوبيلي ماسل، بيعمل حاجه اسمها اكتف ميدريتس. طب العضله الثانيه بقى مش عارف رسمناها ازاي، بس يعني لو رسمناها بلون ثاني حتى كده، اللي هي الكونستريكتور بيوبيلي، دي اخبارها ايه؟ اللي جاي لها بارا سيمباثيتك بس مش كده؟ عصب بيطلع اسيتايل كولين، والريسبتور هنا اسمه ام 3. لما بيشتغل بيعمل مايوسيس. وان شاء الله كده وانت قاعد البيبل سايز بتاعك اخباره ايه ده؟ هو نتيجه شغل الاثنين مش كده؟ في سيمباثيتك وفي بارا. انت دلوقتي ما اعتقدش ان انت متوتر او خايف او كده مش كده؟ فغالبا مين البريدوميننت؟ البارا. لو بدات تقلق بقى وتخاف وبتاع هتلاقي هو السيمباثيتك اللي اخذ الابر هاند، وتلاقي حصل شويه ميتيز. طب العضله الثالثه اللي هنا بقى سيلياري ماسل، دي جاي لها بارا سيمباثيتك سبلاي اسيتايل كولين خارج بيشغل الام 3 فبيعمل كونتراكشن وما يسمى بالاكوموديشن تو نير فيجن صح؟ طيب ايه تاني غير الاورجنز دي؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني سموث ماسلز؟ جي اي تي مثلا، ادي جي اي تي اهو، في وول وفي سفنكتر للجي اي تي، ده ليه دبل انرفيشن مش كده؟ جاي له عصب بارا سيمباثيتك بيطلع اسيتايل كولين، وجاي له عصب سيمباثيتك بيطلع نور ادرينالين. الريسبتورز بقى هنا اخبارها ايه؟ مين فاكر بقى الاوتونوميك ريسبتورز على الجي اي تي ده مثلا؟ عندنا ام مش كده؟ ده ام واحد دي هتلاقيها في الغده بتاعت البرايتال سيل، يعني اعتبرها جزء من الجلاندز مش كده؟ لكن مش ماسلز. عليها ام غالبا ام 3. كان بيعمل ايه الام ده؟ الام لما يشتغل كونتراكشن في الوول ويفتح السفنكتر، يبقى هنا في ام على الوول وام على السفنكتر. طب هنا في الفا وبيتا، فاكر القاعده اللي لسه فوقها؟ كله بيعمل ريلاكسيشن، الالفا والبيتا كله بيعمل ريلاكسيشن اوف ذا وول. امال مين اللي بيقفل المحبس لما السيمباثيتك يشتغل؟ الالفا واحد. فهمنا بقى؟ يبقى في سبلاي هو الاثنين عكس بعض، ده بيكونتراكت ده بيريلاكس ده بيعمل العكس، وكل شغلهم معتمد على الريسبتورز. طب البلادر؟ يبقى هنا البلادر اهي. يعني لها برضه دبل انرفيشن مش كده؟ هلاقي البارا سيمباثيتك اشتغل على ماسكرينك في الوول يكونتراكت الوول صح؟ وفي السفنكتر هو اللي بيفتح السفنكتر عشان يحصل ميكتوريشن. السيمباثيتك
هنا هلاقي الفا واحد بتكونتراكت الوول وهنا بيتا 2 بتريلاكس الوول. اتفضل. ايه اليوترس؟ مش مهم قوي، هو في الفا وبيتا ماسكرين الكلام ده مش مهم قوي بالنسبه لنا. اليوترس في ايه تاني في ال مين سكس اورجنز؟ عليها لو بنتكلم على مين سكس اورجنز هيبقى عندنا ماسكرينك غالبا ام 3 هو اللي بيعمل اريكشن مش كده، والفا واحد هو اللي بيعمل ايجاكيليشن. لو بنتكلم على سويت جلاندز ايه الاخبار؟ وطبعا معظم الاكسكراين جلاندز عليها ماسكرينك وعليها الفا وعليها، بس الريسبتور الاهم بالنسبه لي في الغدد عموما في الاكسكراين هو الماسكرينك بالذات الام 3 ان هو ده اللي بيطلع ووتر سيكريشن. لكن السويت جلاندز انت فاكر بقى مش كده؟ عليها ماسكرينك ولا عليها الفا ولا عليها ايه؟ هي ليها بس سيمباثيتك مش كده؟ والمهمين بالنسبه لي سيمباثيتك والالرجيك. هلاقي عليه ام 3 بس بتوع البالم والسول يعني لها سيمباثيتك ادرينرجيك فالريسبتور اللي عليها هيبقى الفا 1. خلاص الكدني حلو الكدني انا موافق عليها، عليها كام ريسبتور بقى؟ مش الكدني بالتحديد يعني جاكستر نيورال اباريتس هلاقي فيه ريسبتور اسمه بيتا 1 ده بيزود الرينن، وهلاقي ريسبتور اسمه الفا 2 ده بيهبت الرينن ريليز. خلاص؟ قول يا في بقى في الكتاب كويس انك فكرتني بقى في كتاب حاجات حلوه الحقيقه في يعني في الجدول اللي هو صفحه 39 ده. هو على فكره يعني الكلام اللي في الكتاب زي اللي احنا قلناه بس هو اختلاف ترتيب وبط، يعني هو بيتكلم على اورجن وقصاده ريسبتور. احنا كنا بنتكلم في الاول على ريسبتورز موجوده فين وفي الاخر جمعناها، لكن هي نفس النتيجه ان شاء الله. هو بس في الالفا ريسبتورز مكتوب عندنا كونتراكشن اوف اللي هو السموث ماسل فايبرز العمود ده مكتوب كونتراكشن اوف ذا ريتيو بيبين دي خلاص عرفناها مش كده؟ وكونتراكشن اوف اول سفينكترز جي اي تي ورينال ماشي الحال. ريكتور بايلي ماسل العضله بتاعت الروت وفيرت دي اللي هي بتاعت الخوف دي اللي هي مش في بني ادم مش واضحه قوي لكن يعني موجوده. البتاع بقى اللي اسمه نيكتيتنج ممبرين ده تو مين حسين ايه بقى؟ كاس. انا برضه اتفاجئت امبارح ان الناس ما تعرفش المعلومه ان القطط عندها جفن تالت. حد شاف القطط خالص؟ لا خلاص احنا طيب ماشي. ال ال حدش عنده قطه؟ نروح النهارده نتفرج عليها؟ طيب. في جفن عادي كده ابر ولور ريتس عادي كده زي البني ادمين. وفي جفن كده بيتحرك بالعرض. بيقفل كده ويفتح. ده اسمه نيكتيتنج ممبرين. ده عليه كميه كبيره جدا من الالفا ريسبتورز. لما تدي الفا اجونست لما الالفا دي تشتغل تعمل كونتراكشن في المكان. انت استفدت حاجه من المعلومه دي؟ حاجه لا هي حلوه برضه كويس. ده بقى في المعمل بتاع الفارما كده نقعد او يعني اخواننا بقى ان شاء الله الصغيرين يقعدوا يشتغلوا على نيكتيتنج ممبرين يجيب قطه ونوصل كده زي هوك زي خطاف كده في الممبرين بتاعها ونوصله على حاجه ونحط دواء فالدواء يعمل كونتراكشن في العضله تتحرك فيعمل حاجه زي التجارب الفيسيولوجي كده يرسم قصه يعني. كل ده بس عشان ايه؟ اتاكد الدواء ده الفا يعني عايز اعرف الدواء ده ليه الفا افكت ولا لا. فابتدي بقى اشتغل ادي احطه على نيكتيتنج ممبرين وادي الفا بلوكر واشوف هيشتغل. حاجه مالهاش قيمه الحقيقه لكن هو مشكله الكتاب هو طبعا كتاب القسم جميل ورائع اعتبارا فيه يعني تصوير وكده. لا بجد هو طبعا الكتاب فيه مجهود جبار بس هو مشكله الاوتونوميك هو طبعا استاذنا يعني الدكتور محسن ربنا يديله الصحه ويعني يبارك في علمه يعني هو اللي عامل الاوتونوميك ده بس احنا عامله من زمان قوي. يعني الاوتونوميك اللي مكتوب في الكتاب قديم شويه. محتاج شويه تطوير يعني كل سنه الحقيقه بنبقى مستنيين تطوير لكن ما بيحصلش فيعني في معلومات ما اعتقدش انها بقت ليها اهميه قوي زي حكايه الممبرين ده بتاع القطط. ده بالنسبه للجدول. هنتهي خلاص مش كده؟ مش قلنا البري سيناتيك ريسبتورز قلنا طيب ايه السؤال؟ انا كنت اسالكوا عليه؟ يا راجل انا كنت اسال سؤال؟ ايوه ساعة البلاد فيسن مسكينة مصر عايز اسال سؤال المرة الجاية بقى لو افتكرت اقول لكم بقى معلش. هو في يا جماعة بقى